بيبليك مرحبا بكم انا سور الجزائريه وان pour votre émission préférée الجزائريه شو présenté animé la talentueuse Anissa Chef مشاهدينا مرحبا بكم في هذا العدد الأخير لسنة 2018 من برنامج الجزائرية شو ولهذا حبينا يكون معنا لو دي جي الأكثر انتشارا ولا أكثر شهرة في الجزائر جينومي دي جي نسيم راهو حاضر معنا اليوم حين اكيد يكونوا معنا ضيوف نرحب بصحفي بقناه الجزائريه وان راح يتكلم لنا على تقرير البنك الجزائري لسنه 2018 نرحب سويا ب جمال الدين بوراس كما أرحب بزميلي لواء الفتوح في ركن وشترا نرحب سويا ب أغيلاس أمقران أكيد في برنامج الجزائرية شو كاين الفرجة كاين الضحك كاين الفنانين في كل مرة حاضرين معنا ولكن ما نفوتوش الفرصة أننا نحكو وش هو يتخبط المجتمع من مشاكل ولهذا رايحين نرحبوا بالمكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية نرحبوا بالنقيب نسيم برناوي وفي الأخير نرحب بالفنانة الأنيقة والجميلة إذن ما نزيدش نطول عليكم نروح نكتشفوها سوياً
الفنانة القديرة. مشاهدينا الفنانة القديرة والمتألقة دايما مريم بن علال راهي حاضرة معنا في برنامج الجزائرية شو تحت تصفيقات الجمهور، وكذلك دي جي نسيم حين يكونوا معنا طيلة السهرة. قلت لكم آخر عدد من سنة 2018، ولكن إن شاء الله ما يكونش آخر عدد 2018 برك. سلامات جمال تخونكيل. إذن مشاهدينا فاصل ونواصل، بقوا دايما في برنامج الجزائرية شو أكيد في قناة الجزائرية وان، قناة كل الجزائريين. فاصل ونواصل. نرحب بكم أنتم مشاهدينا وكذا بضيوفنا الكرام، نعود نرحب بهم كذلك الجمهور لوخكاس لا حاضر معنا. إذن مشاهدينا حبينا لو كان جوزنا سهرة يعني فنية بامتياز بتواجد الفنانة الراقية مريم بن علال وكذا دي جي نسيم، ولكن مشاهدينا أكيد ما شاحين جوزوها يعني نتكلموا إلا على الفن، لأنه برنامج الجزائرية شو يتكلم على كل الأمور لو يتخبط فيها المجتمع الجزائري، فأكيد ما شاحين فوتوا الفرصة ما نتكلموش على الضحية عياش ربي يرحمه. فالنقيب راه موجود معنا نسيم برناوي باش نتكلموا على هذا الحادثة اللي تعيش معها تقريبا كل الجزائريين يعني في بيوتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فراحين نعلقوا على كل هذه الأمور بتواجد أكيد جمال الدين بورا صحفي بقناة الجزائرية وان اللي هو مهتم بأمور الاقتصاد، يتكلمنا على التقرير السنوي لبنك الجزائر، وكذا أغلاس أمقرا اللي راح يعاوني في كل ضيوف السهرة أكيد. فنعود نرحب بك مريم بن علال، ففي كل مرة تكوني ضيفة برنامج الجزائرية شو تشرقي بالإطلالة ديالك بأدائك الراقي. والله شرف ليا وصحيتو، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون، و سي ان اونور نكون بين كامل هاد الجمع الطيب. يعطيك الصحة. تحية ايضا للبيبليك اللي كان رائع. نقولوا انه جيتونا من تلمسان. جيتونا مثل مسان خصيصا لبرنامج الجزائرية شوف مريم بن علال وحتى دي جي نسيم، فنتكلموا أنه الفنان هو يعني رسالة قبل ما يكون فنان يعود ربما التراث الجزائري ولا يحافظ على التراث الجزائري. في الأغنية اللي بديتي بها مريم فأحكينا على هذا القصة، ربما من الوهلة الأولى ما نعرفوش القصة وشنو هي، ولكن فهمنا أنه الفنان يبقى يمرر رسائل نبيلة. جستمون أنا لدغنية طنب، أنا دائما في الأغنية الأندلسية وثورات، ودائما نحول نحي ثورات، وهذا لدغنية طنب سي تحت التجربة جديدة، واللي هي نكتب الأغاني ونكتب على المواضيع اللي أنا نحس بها والمواضيع اللي تمس المجتمع، لانه انا جو مو كونسيدر كوم ايتون فنانه، والفنان لازم يؤدي عنده رساله يفي باسي دي ميساج، ومدى بهم يكونوا دي ميساج بوزيتيف بيان سور. هو فنان هو من المجتمع اصلا. اكزاكتومون، هو ايضا هو ما يجي من المجتمع، دونك اني بالي ما كانش احسن منه باش يحكي على الوضع ولا حاجه اللي تقيسه وتقيس يعني بزاف نتاع المواطنين والمواطنين. اكزاكتومون، دونك هذه الاغنيه تاع ما يوليش هي في الحقيقه نقولها بكل صراحه أغنية غنيتها، يعني الموضوع هو موضوع نتاع الحرقة، أنا اللي هو موضوع الساعة اللي هو موضوع الساعة، وسيت ان فليو وراه يمس بزاف الشباب الجزائريين، وأنا يعني هذه الأغنية حبيت نقدم من خلالها نصيحة للشباب. دونك أنا تخيلت روحي كنت شفت بعض الفيديوهات، خاصة فيديوهات اللي كاين نساء وأطفال معاهم، غاضتني بزاف، قول لحقنا لهذا الشيء. دونك واش درت أنا أوطون كفنانة، كتبت شعر، كتبت نص يعني يتكلم على هذا الموضوع، ولكن حبيت نحس روحي بلي انا هي هذاك الحراك، انا جو سوي دون لابو تاع هذاك الانسان. وراكم عارفين بلي مالوغوزمون في كثير من الحالات خلاص كما قال الله لا يقدر، مي سي دراماتيك، لا ماجوريتي راهم يموتوا مساكن الله يرحمهم. دونك قلت انا ندير روحي في بلاصتو وندير روحي بلي مت، و ابري سي جو بوفي افوار لا شونس دتر ريسيسيتي، هذه ما كايناش ولكن حنا نتخيلوا. نعم. و
واش راح تقولي؟ هذا الميساج كو جو فودري فير باسي. دونك سي بور سا كو جو دي جو بارل نهضر على القنطه، نهضر بالانسان الشاب الجزائري هذيا، يقول لك انا راني قانط، راني عندي مشاكل، دونك جو بارل على هذا الشيء. ومن بعد جو بارل على الدقيقه اللي يندم فيها ولي مالوغوزمون ما كانش رجعه دي فوا في هذيك. دونك هذه هي نصيحتي للشباب، فوالا نقول لهم بلي راكم عادة صغار والجزائر محتاجة لكم، وانتم محتاجين بيان سور للجزائر، وهذه هي امنا وهذه هي البلاد اللي توفغ لي بغا اوفر، هي اللي نوزا اكوي ملي زادينا، زادينا في هذه البلاد نوزا اكوي ابغا اوفر، زدنا وقرينا وكبرنا اكزاكتومون. كم الناس عندها مشاكل، فو با فواغ كما نقولوا حنا الصور ومريم، واش نقولوا ما تشوفوش ان اوروبا راهي جنه، يعطيك الصحه. في كل بلادات عندهم لي بروبليم، حتى هما الشعب تاعهم يشكي وكل واحد يشكي، وفو با واحد يشوف يسوفي بوكو لي ريزو سوسيو هذه، باسكو الناس يشوفوا صور فلان راهو عايش، فلان عنده طوموبيل، فلان وانا ما عندي والو. لوغ لا، كامل عندنا مشاكل، انا فنانة عندي مشكل، الناس حاسبين بالك عندهم انيماج عليا، يعني انيماج دوغي، ولكن ولا غوز سي با لا فيريتي. كامل عندنا مشاكل، واش لازم؟ لازم نصبروا ولازم نصبروا ونخدموا، وربي تعيا تعيا ويكافي المجهود ويكافي الانسان اللي اللي يخدم من قلبه من نيته ويكافيه بالاحسان. نشكرك على هذه الكلمات الجميله، خاصه وانه الحراقه كاين نساء اللي راهم يحرقوا مع اولادهم، هذيك غاضتني بزاف. نعم، رساله نبيله جدا. دي جي نسيم رانا زعفانين. علاش؟ لانه مريم بن علال كانت في الطابع الاندلسي الحوزي، فديتها لنا كامل، عطيت لها ستيل بالك ما كانش. انا خاطيني نو جو فو راكونتي كيما نقولوا اون انيكدوت. مريم انا عرفتها اون دور الطابع الاندلسي الحقيقه، دي جي نسيم فقط. اليوم عيط لك دي جي نسيم، حبيت برك نوضع المشاهدين في الصوره، نقولوا انه دي جي نسيم زوج مريم بن علال، فكاين ربما ما كنتوش في لو ميم بلاطو هذا قدام هذا، ففي برنامج الجزائريه شو جمعناكم. سي بروميير لمونا، راكم كيف كيف، لانه دي جي نسيم عنده مواعيد باش بوغ افواغ دي جي نسيم، خاصه مع نهايه العام توسا، ومريم بن علال كذلك مع يعني ابنائها، ف والحفلات الاعراس والحفلات والاعراس، فجمعناكم في سهره واحده. هذا يعني سيتي ان تشالنج للجزائريه شو جمعناكم، فنقولوا للمشاهدين انك زوج مريم بن علال 12 ans de mariage bientôt 13 ans 13 سنه ربي alors il y a 12 ans هذه 12 عام ولا 13 عام. مريم انا كنت نعرفها تغني سيلين ديو، انا نعرفها صح، انا عارف بلي تغني الطابع الاندلسي، بصح انا كتعجبني كي كتغني الاوكسيدونتال. على بالك انيسه ما بروميير تيلي جافي 10 ans جي شونتي اندلس اي جي شونتي سيلين ديو، سيتي لا فاموز شونسون تاع تيتانيك اي تو. وانا اكيد على بالي بلي مريم بن علال ما تعيا ودير ديو مع سيلين ديو، انا على بالي لان الي تري امبيسيوز مريم، انا جوز اون فان تاع سيلين ديو. فوالا بوركوا با، لانه ميم سيلين ديو كي تشوف نشوفها واقيلا نولي شغل نسيت فين. لا لا ما شفتش، لانه مريم بن علال افيك كيما يقول لك بالخبره ندو واحد ليكسبيريونس، فاكيد تطلعي مع سيلين ديو وديروا فيغور ويكون ديو ناجح اكيد. لما لا انسان بارتاجي انسان ان شاء الله. دي جي نسيم، قبل ما نبداو على الفن وبدلت لنا شويه مريم بن علال، قلنا سيلين جون والاندلسي والحوزي، كيفاش عرفت مريم بن علال واصبحت الزوجه ديالك وراكم تقولوا راكم داخلين في 13 سنه؟ دونك كل حاجه عندها قصه. انا مريم صراحه كنت انا خدمت دي جي في الاعراس، وهي ثاني كان عندها حفلات اعراس باغازاغ، كنا جامي نتلاقاو، دايما تلاقى مع جوق واحد اخر ماشي جوق مريم بن علال. الا سوفي خطره تلاقينا كالكو طون من بعد رحت خطبت. ونقولوا انه دي جي كي يكون المهنه تاعك دي جي صادق، راك يعني عندك نساء، يعني تقابل نساء يوميا، فمريم كي شفتها سيتي عرفت باللي لا بيرلوغا. وي بون بيان سور، حنا كنا نروحوا نخدموا، اللي داير هذه الخدمه دايرها بروفيسيونيل، سيرتو حنا عندنا في الغرب لي سواغي سون ميكست، سافي دير ماشي نخدموا غير الرجال ولا نخدموا النساء زعما، الحق هذا الشيء ما ندخلوهش في كما.
ولا الصوالح تاع تاع الدنيا كما يقولوا يجيو وحدهم مكتوب ربي انا جا ما كانش انا كان يقولوا لي الناس مختش نزوجوك وقتاش انا نقول لهم 40 45 مازال انا فينالمون سي ماريا 27 ولا 28 سي صح ربي يدومها ان شاء الله دي جي نسيم قلنا انه مريم فالجزائريين اون فادير حنا بالك ما نعرفوهاش انه تغني لوكسيدونتال ولكن عرفناها في الطابع الحوزي فكيفاش الان شفنا مريم مع لي ريميكس ديالك ولا لي زارونجمون كيما نقولوا كيفاش حتى مريم قبلت ولا هي اللي تي داكور باش تبدل شويه الطابع ديالها هي بون في الحق ما بدلتش صادير هي هذا سي ان بروجي من بكري خططنا له بلي نعملو هو مشروع كان من بكري يطبع مشروع من بكري علاش لافونتاج في هذا المشروع سي كو فيه كتابه وفيه تلحين وفيه كونتريرمون الحوزي والاندلس اللي هما فيه سي تورات وحياة تورات ميم بدلوا لي زارونجمون اي تو مي سا ريست اقتباس هذا لا هذا شيء جديد هذا بون وحنا كان هذه صافي بلوس دو 10 ولا اللي بدينا هذا اللي عرفوا اللي تبعوا المشوار تاع تاع لا ديكوفرت اني كو جافي اون بيل بلوم دونك ما انكوراجي انا كنت حشمانه ميم جيكريفي ميم دو حوزي كتب ميم الحوزي وتخاف كان تخاف راك تي فوا سي ان ميليو كونسيرفاتور اي جي بور دونك هو قال لي بعدا تي كومونس افيك موا سي ان نوفو ستيل تو فوالا دونك انا طونتي ليكسبيرونس اي بيان سور بسي وبالدرجه تاعنا باللغه العربيه يكون الدارجه المهذبه اللي تكون بين العائله مش كيما الراي فاحنا مش سي با لي ميم سوجي سي با لي ميم زانتوناسيون كل حال كاين راي من راي وكاين راي من راي كاين راي يعني محترم واكيد وراي يبقى من يعني الطابع الجزائري اللي نفتخروا به حتى في الخارج من بعد نعاود نولي لكم باش نتكلموا اكثر على التراث الجزائري كيفاش نحافظوا عليه فنعاود نولي للنقيب نسيم برناوي نسيم برناوي احنا عندنا عده تساؤلات على ربي يرحمه عياش محجوبي فنقول كيف متى يعني القصة الحقيقية اللي تعيش معها كل الجزائريين وهي خلاصت بنهاية نقدر نقول احنا مأساوية حتى ولو شوف ناس تكلموا كثير على هاد على هاد القضية سي برناوي فمواقع التواصل الاجتماعي كتبوا الإعلام هدر لكن لا غبار على الحماية المدنية اللي كانت منذ الساعات الأولى في عين المكان أليس كذلك نقيب برناوي؟ نعم طبعا الأول قبل كل شيء مساء الخير عليكم مساء النور أكيد كل الجمهور الحاضر والجمهور اللي شايفين على الشاشة هي كذلك بالمناسبة فرصة باش نقدموا بكل تعازي الخالصة ليس لي فقط الضحيه لكن لكل المنطقه ولكل جزائري انا متضامن مع عياش ربي يرحمه التفاصيل تاع الحادثه ترجع يوم الثلاثاء الماضي بالضبط يعني منذ اسبوع وين تلقينا هو نداء للاستغاثه لابيل دو ديتريس وقتاش جا الوحده الرئيسيه تاع بلديه المسيله كان الساعه 41 دقيقه يعني زوالا ثم تلقينا نداء للاستغاثه انه شهود عيان سمعوا شخص طايح في بير يتكلم ويعيط سلكوني سلكوني يما يما اتصلوا بالحمايه المدنيه وكما معروف الحمايه المدنيه في كل بلديه وفي كل دائره عندها وحدات ثانويه ولا مراكز متقدمه متداخله المركز التنسيق العملي تاع الولايه المركز الرئيسي بلغ المركز المتقدم انه يخرج في عمليه تدخل يخرج بور اون اوبيراسيون دي سوفلاج تاع شخص في بير طاح في بير ككل عادة يعني كيوميا نسجل بعض الحالات اثنين ثلاث حالات أربع حالات في مثل هذه الضواحي اللي كثر فيها الآبار ولا الفراج ولا الصوندات خرجت شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف عين المكان احنا التركيبة تاع الفرق المتدخلة أنه يكون رئيس العدد أو ضابط الخفارة لوفيسيت غارد ولا ريسبونسابل تاع الانترفونسيون معاه اعوان متدخلين سواء على مستوى الشاحنه ولا السياره شاحنه الاطفاء ولا السياره ديجا هي فيها عتاد خاص بالتدخل لمثل هذه الحالات لكن فيت سير بلاس يعني شافوا الوضعيه هما بالك الحمايه المدنيه عملت لهم هو سانكا يعني فاسيل باش بالك يعاونوه وينقذوه من هاد لا طبعا هي علاش الاوبيراتور كيكون في التليفون هو ياخذ المعلومات اللازمه يعني من الشهود العيان الوضعيه البير صغير كبير واش من نوعيه البير مبني ماشي مبني جاي في بلاصه بعيده قريب للطريق كل هذه المعلومات تهمنا يعني باش نعرفوا واش من الاسعافات نديو حتى الاسعافات لما تجي خارجه يعني باش الاسعافات يدوا اكثر يعني مع
معلومات على الحادث. طبعا هذا مهم جدا انك تاخذي المعلومات والانفورماسيون كيلفو باش تاخذي معاك لي مويان كيلفو والناس اللي لازم الا لازم لك الناس اخصائيين وسبيساليست من الفرق الخاصه تاعنا تكون في عين المكان. نعم. لكن نعم الشيء هذا من المعلومات، المعلومات الرئيسيه ناخذوها من مسؤول التدخل الاول لا رمونتي دا فورماسيون الاولى لو ميساج الاول اللي نبداو حول الوضعيه. نعم. سي البرومي ميساج اللي ندار فور القيام بعمليه التعرف، هذه لا غبار عليها. ابجديات التدخل في اي حادث سواء كان يومي ولا ريسك ماجور ولا اكسيدون ماجور فيت استادير لوفيسي ولا ريسبونسابل افي كو لوبيراسيون لي كومبليكي. التدخل يعني يكون كومبليكي ماشي يكون تاع ساعه ولا اثنين. نعم. في عين مكان. حاولوا انه بالطرق التقليديه المعروفه لانك ترسلي الحبال وما شابه ذلك ديجا يعني باش يقيسوا العمق تاع اين هو الضحيه. ناقب برناوي انتم كي الحمايه المدنيه كي كانت في عين المكان. نعم. عرفت انه ربي يرحمه عياش كان حي على قيد الحياه. نعم كان حي يوم الثلاثاء. نعم. يوم الاربعاء كان. نعم. يسمع صوته. كان يسمع صوته صرخات النداء الاستغاثة. هل الحماية المدنية سمعت الصرخات تاع عياش ربي؟ نعم نعم طبعا لأنه شاهد عيان يقدر يقول لك سمعت ما سمعتش. في الحماية المدنية احكي لنا واش سمعت الحماية المدنية ويعني الكلمات تاع عياش ربي يرحمه. نعم. في هذاك الوقت واش سمعت الحماية المدنية؟ ربي يرحمه ويوسع عليه. الصرخات الأولى اللي كان مدها المواطنين هو أنه سلكوني ما تخلونيش هنا عيطوا الحماية المدنية. لما جاوا الاعوان تاعنا كان يقول جبدوني ما تخلونيش هنا. اوتروتون كان يعني الانين تاعو ككل شخص ينادي الوالده يما يما. نعم. هذه الصراخات الاولى ثم انه تحسي بلي الضحيه بدات تتعب يعني ربي يرحمه شيئا فشيئا. لو شوك سي طافي نورمال موجود داخل انبوب في عمق 26 متر البروده الضحيه محصوره ما يقدرش يبوجي دونك كل هذه العوامل يعني عرفناها وتم دراستها من طرف الاشخاص اللي كانوا مدخلين. كان لازم السرعه في التدخل لكن التدخل صعب جدا ولازم لك تقنيات ووسائل وفرق خاصه في البدايه. حاولوا كما قلت بالطرق التقليديه انه نرسلوا الحبل باش يشد فيه ولا لكن الضحيه ما يقدرش يشد. تم استعمال الكاميرات من اجل يعني باش نشوفوا الوضعيه الحقيقيه تاعو. الوضعيه كانت وضعيه صعبه لانه حتى في بعض الاحيان في الابار ولا اماكن اخرى من الضحيه تكون اون موفمون تسلك المهمه فاسيلمون انك تشد في الحبل ولا لانه هو الضحيه كان تعبان وحتى الانين تاعو كان الانين تاعو الشيء اللي زاد صعوبه هو ما يقدرش يتحرك. اليد محصوره بين. نعم. الحديد والصدر هذه الوحده واليد الاخرى محصوره بين الرجل يعني ما كانش مجال انك وين تحطي له الحبيله ولا تربطيه ولا المجال الوحيد هو كان في راسه يعني. نعم. والضحيه كانت عايشه. سي لو بليز امبورتون كان هو انه الضحيه مازال كانت عايشه لازم نخلوها عايشه. كيفاش نخلوها عايشه؟ الحاجه الاولى نعرفوا الابار هذه فيها غازات سامه. نعم. باردو دونك الضحيه كان قادر نيمبورت كال مومون يموت اسفيكسي الحاجه الاولى. يعني تم تزويد الاكسجين الحاجه الاولى وكنا عارفين انه مع مرور الوقت الوضعيه مع لافوبي ولو شوك نعرفوا ان فيكتيم كي تدخل في لو شوك البير كونيسونس البير كونسيونس الحاجه الاولى البرد كان قادر يقول ليبوثيرمي كان يهبط له السكر مع مرور الوقت لانه الضحيه ما تذكر والو ما تشرب والو كل العوامل كانت يعني ضد الضحيه للاسف يعني هذه المرحله اللي راك تتكلم فيها. نعم. الماء كان مازال ما راهوش كان مازال ما طلعش كان مازال ما طلعش كان تحت واش نقول لك على عمق يعني واحد ما يقول لك الا كان في 50 متر ولا كان في 60 متر والكاميرا اللي بعثتوها في الانبوب يعني كنت تشوفوا الضحيه لايتي لوكاليزي الراس تاعو الراس تاعو لايتي لوكاليزي الراس تاعو يعني تشوفي بلي كاين ضحيه في عين ماكر حتى انه كاين كاميرات اللي تكشف الاشياء الحمراء هي تكشف الحراره تاع الجسم الحراره تاع الجسم وبوكو بليس يعني الحراره تاع الجسم سي العضو الافقي يعني وين كاين الحراره الكاميرا تيرميك الكاميرا تيرميك حتى بلي لامب تورش يعني بلي لامب تورش تشوفي بلي كاين لامبستاكل يعني كاين ضحيه وزيد على ذلك انك سمعتي صراخات يعني حاجه ما تقول لك بلي ما كانش ضحيه داخل الانبوب وشهود العيان باش نفكروا فقط انه هذايا البئر الارتوازي البوي ارتيزيان هذايا ولا الصوندا كما قلنا بالعاميه هي تندار من اجل لي بروفوند لي بروفوند توصل حتى 100 متر كما اللي موجوده هذه في ام الشمل تنقسم على قسمين القسم الاول فيه القطر بين 35 و 36 نعم
والقسم الثاني اللي فيه 22 سنتيمتر يعني راهو يضيق يضيق يعني هو سي بور فير رومونتي لا بريسيون يعني باش بالعاني يديروها باش لا بريسيون تطلع لك وتزيد مع دونك اون افي ديموندي لي مويا دونك حنا في التدخل تاعنا لما نشوفوا الامكانيه تاع الوحده الثانويه يعني تجاوزها يتم طلب الدعم من وحده رئيسيه الوحده الرئيسيه تاع في الشافليو والوحدات المجاوره وين عندنا الفرق الخاصه عني عندنا فرق الدعم والتدخل الاولي تكون في الوحده الرئيسيه سي دي زيكيب ديتاشمون دو رونفور سي بناوي احنا حتى ولو تضافرت الجهود بين الوحدات يعني الامكانيات اليوم نقدروا نقولوا انها ناقصه في مثل هذه الحالات اليوم للحمايه المدنيه رغم المجهودات ديالها كانوا في عين المكان منذ الساعه الاولى يعني كانوا حتى ولو نقولوا ان الناس ديال المنطقه كانوا كامل سيغ بلاس ولكن الحمايه المدنيه ما خلاتش المكان قعدت يعني ساعة بساعة ثانية بثانية مع الضحية يعني ولكن اليوم نقدر نقول أنه هناك مشكل إمكانيات ده كان مشكل إمكانيات يجب التدقيق يعني تدقيق في أين مشكل إمكانيات الناس تقول لك هي كانت أنه اتهام كان إمكانيات بدائية أو إمكانيات قديمة في مثل هذه التدخلات أنا احنا جاوبنا أنه الناس اللي كانت تتكلم يعني أو الخبراء اللي كانوا يتكلموا في البلاطوات ولا حبذا لو كانوا على مستوى الميدان لانه في مثل هذه التدخلات الحمايه المدنيه لما تجاوز الامكانيه تاعها يتم تفعيل مخطط تنظيم وتنسيق الاسعافات سي لو بلان اورساك هذا البلان اورساك يتم استحداثه كل سنه وتجديده كل سنه من ناحيه لا كومبوزون تاعو لي موديل والانماط المتداخله وكذلك الامكانيات الماديه المحصات على مستوى كل ولايه سواء كانت تابعه للدوله السلطات المحليه ولا تابعه للخواص لي بريفي المقاولين او الخواص هذا هو لا كومبوزون تاع البلان اورساك منه يا في 14 نمط سي تادي لي موديل دانترفونسيون اول نمط هو الحمايه المدنيه معروفه في اي كارثه الاسعاف والانقاذ كذلك تكون معك حفظ النظام العام الدرك او الشرطه تكون معك انت على حسب الاحتياجات تاعك لانه امانه هذا المخطط تكون عند الحمايه المدنيه أكيد. ويتم تفعيله من المسؤول الاول عن الولايه باقتراح من مدير الحمايه المدنيه اللي يكون على مستوى الولايه دونك كونت ديريكتور لا بروتيكسيون سيفيل دوموند ولا بروبوز ولي ديكلونشي هذا البلان دونك لو ولي فيت الكومبرون كو لا سيتياسيون لي كريتيك يعني رانا سيتياسيون دي كريتيك واش كنا نظنوا فوالا دونك امكانيات لما نقولوا الحمايه المدنيه ما عندهاش لي بوكلا ولا الجرافات ولا ما شابه ذلك لانه مثل هذه الامكانيات الثقيله ما نستعملهاش كل يوم حنا الحمايه المدنيه هذه متواجده عند الاشغال العموميه ولا مش متواجده يعني حتى في الدردشه سيد برناوي قلت انه الجرافات يعني عوض يديرها تاع الحمايه المدنيه تاع الحمايه المدنيه يشوف كيفاش تكنيك يحبط ربما باش لانقاذ الضحيه وكاين الجرافات والناس لا يتحفر في ان واحد حنا كحمايه مدنيه واش كان يهمنا هو عندنا وضعيه صعبه شخص محصور في 26 متر مستحيل أن نخرجه بالطرق العادية أو حتى الوسائل المتوفرة في مختلف اختصاصات الحماية المدنية الحبال وما شابه ذلك ولي تكنيك دانترفونسيون وما شابه ذلك لا سي با اون انترفونسيون اللي كما كانت عندنا البارح في وهران كما قلت لك شخص طاح في بير 10 مترات في وسط الغابة تم إنقاذه عاديا وروحي يرزق الحمد لله السيكل المفيد هو أنه نوصلوا للضحية كيفاش نوصلوا للضحية لازم نحفروا التقنيين تاع الموارد المائية شرحوا لنا وضعيه الارضيه المتواجده والطبقات المكونه للارضيه ارضيه رمليه ثم تراب ثم ارضيه صخريه والشيء كنا متخوفين فيه اثناء عمليه الحفر هو انه الماء يطلع لك سي طافي نورمال الماء يطلع لك هذه حاجه باينه كاين مناطق تحفر 300 متر 400 متر يعني بين التربه رمليه والضحيه اللي عنده يعني لازم نسلكوه في دقائق ولا ساعات ما لازمش يتجاوزها وبين المياه اللي تطلع وعندك ضحيه مازال عايشه مازال عايشه انك لازم تنقضيها يعني اوبيراسيون كومبليكي دونك الوقت يجي لموراك كل ما يمر الوقت الوقت ما يسمح لكش يعني كل شيء كان ضدك لكن كل الشيء المهم هو انه تم تعرف تم تحليل تقييم الناس حتى تقنيه الحفر الناس لامت كيفاش تقنيه الحفر لماذا حفرتوا بهذه الطريقه ما حفرتوش بالحفر المائل ولا الفراج اوبليك ولا الفراج ميتوايان باراليل ثم ديروا دي غاليري منين تقدروا تدخلوا كما صارت الناس بحثت في الانترنت وشافت كل التدخلات التي صارت في امريكا وصارت في في الشيلي المنجم او صارت في لما تابعنا تصريحاتك في عده قنوات قلت انه حتى لو كان لو ميم كا كان في الولايات المتحده الامريكيه كانوا ما يقدروش يسلكوا الضحية كانوا يتبعوا نفس التقنيات التدخلية أنه الحفر العمودي
ولما تحفري حفر العمودي في مثل هذا المكان عندك خطر الاول خطر الانزلاق التربه والانجراف اللي كان يهدد المتدخلين والضحيه والمواطنين الكرام اللي كانوا متواجدين يعني كتخيرهم على كل حال لكن الفضول تاعهم خلاو قادوا على لي بوردير تاع المكان التدخل كان دائما خطر الانهيار دونك كان الفالي يروحوا دوسمو اون بليس الشيء اللي كان يأرقنا هو التخوف انه الضحيه تزيد تهبط نعم. هذا اللي تخوفنا منه لانه سلون الاهتزازات والسكوس اللي كانوا يديروهم لي ماشين تاع الحفير كان الضحيه صاليس تزيد تهبط بروفونديمون تفضل سؤال برك هضروا في تكلموا على فيه عون من الحمايه المدنيه اللي حاول نعم. يدخلتوه وقال لك الحق ان سيغتان ديستونس وين خلاص ما قدرش يتنفس عاودوا جبدوه طبعا لا كومبليكاسيون تاع الانترفونسيون و لا فاصون اللي يدخل بها العون انه ماشي نيمبورت كل عون يدخل لازم عون نحيف قليل الصحه دخلوا لقينا العون النحيف وقليل الصحه ويدخل دونك ليات تكنيك باش تخلي العون تاعك ياكسيدي لا فيكتيم ويشتغل معها ولا يطمئن مع يطمئنها ولا حتى انه يتكلم معها ولا غارديون في دونك حتى لا بوسيبيليتي العون لو كان قدر يدخل بروفونديمون دونك ما يقدرش يخرج ضحيه اتضح سريعا انه ما يقدرش يخرج ضحيه انه كان لازم تربط العون من رجليه ويدخل معاه مع حبل اسمها لا كوموند اللي يعطي بها الاشاره للجماعه اللي الفوق انه يحبسوا النزول اني وصلت للضحيه ثم كيفيه ربط الضحيه يعني ما كانش مكان تربط له هي كيفيه ربط الضحيه اللي مشكل تربط له لارني ولا حتى انه العون ما كانش كيف ما كان انه نسرت لازم تكون عنده يد واحده ليبر لازم تكون يعني باش يعمل بها باش يمد له سينيال سيد بناوي لما تكلمت على العون اللي يحبط ويكون نحيف وقليل الصحه كما راك تحكي ولكن لما شفنا صوره تاع الضحيه ما كانش يعني بهذاك يعني ما كانش يعني مشيان لما نتخيلوا انه الانبوب فيه 32 سنتيمتر ما نتخيلوش صوره تاع عياش ربي يرحمه في الانبوب هذاك صحيح تساؤلات كبيره حتى انه البئر الارتوازي اللي يكون في علمك هو بارميزيو سيكوريتي هو مرتفع يعني مرتفع المارش تاعو مرتفع سولون لي نورم 50 الى 60 سنتيمتر باش ما يكونوش لي زاكسيدون دو شيت في مثل هذه الابار دونك عياش ربي يرحمه اذا كان دخل لوحده ولا كان دخلوه ولا الفضول تاعو ولا امور اخرى هذه ما يعلمها غير ربي لحد الان لكن نظن انه التحقيقات وتشريح تاع الطبيب الشرعي يفسرنا الحاله بالتدقيق انا شي اللي نتمناوه بالله سويت لانه يهمنا الشيء هذا احنا بالله سويت سي روتور ديكسبيريونس تري امبورطون بور نو سيد برنامج من بعد نعاود نولي لك حتى نكملوا يعني متى عرفتوا انه الضحيه توفى ربي يرحمه من بعد نقولوا على تجربه اللي ادتها الحمايه المدنيه وانا شخصيا يعني وحتى برنامج الجزائريه شو لما تكلمنا باش نجيبوا ضيف قلنا انه الحمايه المدنيه يعني لا غبار على الحماية المدنية الجزائرية لأنه كانوا منذ الدقائق الأولى والساعات الأولى في عين المكان فنشكرك سيد برناوي نعود نولي للفنانة مريم بن علال مريم شفناك في فيرسيون جديدة البرنامج اللي جاز في قناة الجزائرية وان في رمضان يعني رمضان اللي فات شفنا أنه سيدي بومدين نوفيل فيرسيون هل اليوم بعد التجربه تاع فيرسيون جديده اليوم مريم تقول انه لازم دي فيرسيون جدد لكل التراث الجزائري بون انا فو بريسيزي دابور كو سيتي با مون ايدي نعم سيتي ليدي تاع البرنامج هما تصويره هذاك هو لو كونسيبت تاعهم كي يجيبوا نيمبورت كال اغنيه من التراث ماشي فورسيمون اندلس ويعاودوا لها بطريقه دي زارونجمون جدد ولكن انا حبيت ليدي هذيك عجبتني و يعني جو مسوي دوني والله العظيم بوغ فيغ هذاك في الحق نشكر ميم طارق قادم وكامل ليكيب لي ميوزيسيان كامل الفريق اللي خدم فريمون سيتي ان ترافاي مينيسيو اي تو قاموا به دونك بور مو سيتي اون تري بيل اكسبيريونس اي كما نقولوا احنا ما نخليني هكذا ني هكذا انا نحب لي حافظ على التراث بالطريقه التقليديه اي سي شوز كو جو في بيسك غير العام اللي فات خرجت انا اون 2016 باردون اون 2016 خرجت انا البوم اوماج للشيخ رضوان بن صاري هو عميد الاغنيه من الاندلسيه دونك خرجت له اوماج بالطريقه التقليديه بديز انسترومون اون مانيير اكوستيك دو فير اي تو تراديسيونيل ومن بعد جاتني نوفيل اكسبيريونس وسييت اغنيه من التراث اللي هي سيدي بومدين الناس كامل تحبها وتعرفها افيك اون نوفيل فيرسيون بيان سور
كما قال الراي هذا يعني تاع هذا الكيسمو اشتركوا فيه بزاف تاع الايقاعات اللي دخلت اليوم على الشباب الجزائري. سيدي بومدين ربما لما نكونوا في السياره ونسمعوها في الاذاعه بالك تجينا خفيفه هي والله العظيم انا على حسب زعما ما شفت جاوني بزاف دي كما قالوا دي كومونتير بوزيتيف دي زيكو يعني كانوا من الجانب الايجابي من الجانب الايجابي قال لك عاود حيتي لنا هذه لا شونسون دي نوتر مانيير كوم كان كاين دي محافظين على التراث الجزائري ماشي غير محافظين كاين اللي محافظين وكاين اللي بكل صراحه ما عنده حتى علاقه مع التراث ولا نعم. سيتي جوست دي كريتيك بارابور ميم ليماج باغ اكزومبل ميم لو كليب اون ايتي كريتيكي وعلاش غنيتو هكذا في الطريق ولكن هو الكونسيبت تاع البرنامج فوالا سيتي لو كونسيبت اولا تاع برنامج ولازم نوع من التفتح كي يكون كونسي ساجي دو ثقافه لازم نوع من التفتح ومريم لما شفنا الكليب كنت تخي سبونتاني كنت حتى اللباس كان عادي الناس تشوف انا يعني بكل صراحه فيس كل حاجه تكون يعني ما مع اللباس يكون مستور ويعني ما يدخل العائلات الجزائريه سبحان الله فوالا يدخل كان بيوت العائله الجزائريه والكلام نظيف والموسيقى شابه فيها بحث والايقاعات خفيفه والايقاعات خفيفه وتدخل للقلب انا ما عندي حتى مشكل نعم فوالا مليح انه يعني نعم تفضل ربما شيء انيسه وفي بعض الاحيان الانتقادات مليح لما الانسان يكون عنده انتقادات صعب دير بلي الناس راهم يتفرجوك راهم يتبعوك وراهم يعني يحوسوا على الاخطاء تاعك تاع جمال كاين انتقادات للدار لا وي بيان سور مي كاين انتقادات في الدور ولكن سوجي كاريمون سورتو الانتقادات اللي لها علاقه لها بهذيك ما لازمش تاخذوها بعين الاعتبار يعني نعم ولكن يجب نحترموها يعني هي انتقادات وحنا نتكلموا على الانتقادات مريم بن علال في مسيرتك الفنيه وشنو هو الانتقاد اللي بكى مريم بن علال؟ الحق بكاني؟ اه والله غير بكل صراحه ما كانش انتقاد الحق بكاني لانه كما قال الزميل ما الانتقادات نبنيو بها نفسنا انا ماذا بيا يجي واحد يقول لي باللي هذه الحاجه ما عجبتنيش اوموا بعدا نفكر فيها نخمم فيها بالك صح ماشي مليح ما صراتلكش انتقاد هدام يعني باش يهدموا مريم بن علال ما خبيش عليك انا صوالح لي شويه قاسوني سيتي دي كلكو كومونتير سور فيسبوك نعم اللي هما انا ما نقدرش نقول لك يقيسوني لانهم اصلا كما قال لا محل لهم من الاعراب سيتي كلمات دنيئه ايتو وانا ما نديرش على هاد الصوالح لانه احنا نشوفوا الناس بعدا اللي نبداو اولا بعدا بلو سيركل الاول اللي هو الناس على الفن ايتو واش يقولوا يافي بوكو دو كومونتير بوزيتيف الناس لا بوكو بارطاجي لا فيديو هذيك اونتر اوتر جو سالو مدام ليندا حسناوي والانيشيتيف اللي نعرفوها زميلتنا نعم وهي باسكو لا اوزي لا اوزي فرونشمون لا في دو بون ترافاي جو سويت كو هاد ليميسيون يكون ان شاء الله وي بيان سور جو لا سالو اترافيغ ليميسيون وان شاء الله هذا لو كونسيبت يكون كاين دوطخ بيان سور نقولوا مواسم واحده اخرى في هذا البرنامج اي جيزيت خي با سي جي اون انفيتاسيون جيزيت خي با دو ريبارتيسيبي اذا ليندا حسناوي تقدري تعاودي تتصلي بمريم بن علال تكون معاك في موسم اخر ان شاء الله نسيم نهاية السنة وين حنا رانا على مقربة وين راح يجوز دي جي نسيم وراح يحيي سهرة دي جي نسيم لنهاية 2018 وبداية 2019 عادة ولا سي فغي عندي عادة صافي بريسك 20 طون نعم. وكل مرة وين هاد المرة وين؟ في قسنطينة رحنا في الأوتيل ماريوت نعم دونك الدعوة مفتوحة محبين مع مريم أنا وحدي. يا ريها في تشيلي فليزياني بصح مريم شحال عندك ما تجوزتيش الغيفيون مع دي جي نسيم بونس كو لو ديرني انا جامي جوزتيه معاه نو 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 اون ا باسي لا جات معايا فكرني برك باسكو انا شوي ان بو لا جات معايا في لي ما في الجي ما كانش خدامه بيان سور 2009 جو بونس لا 2000 دو فوا دونك 2009 و 2016 2016 فوالا تسمى الا عرفتونا كيفاش انيسه جا عند مريم وانا نروح عند ناسي انا نو عند مريم مرحبا بك انيسه نجي معاك ناسي ونزيد مريم تحط لي الكعك واش نزيد اذا مريم دونك كي يكون دي جي نسيم خدام في الغيفيون انت ربما عندك جو ترافاي اوسي نعم هذا العام عندي انا في تلمسان نعم عندك في تلمسان واذا ما تكونيش خدامه يا تروحي معاه تتقاسمي معاه الكاشي يا تكوني مع الدراري سي با باش نتقاسم مع الكاشي سي جوست لا يعني حنا ولا غير سي جوست بور لو بليزير داتر افيك مون ماري دي فوا باسكو هادو سي دي زوكازيون انا بصيت جالي بوزي لا كيسيون لي بوزي على الناس انا دو لا ميم جينيراسيون اي اسكو سي فاسيل دو ترافاي افيك سون ايبوز
اونطونك ارتيست وي تسمى العمل الفني مي اونطونك زوجه هي كي قالت لها الانسه زعما نجي عند راجيه باش تعزك ماشي هذه العقليه الجزائريه فوالا قالت لها ربي مريم لي سيغ دال ما عندها ما تعز علاش بون سكي سيغ في لا سين بون سي نو زاريف نخدموا اونصومبل سيغ لا سين مي سيغتو الخدمه تاعنا لي بلوس في لو ستوديو والخدمه تاع الستوديو والخدمه تاع الستوديو كيكون كوبل هذا سي كيما الدار كيما هي كيما في لا كويزين كيما في ما تخضر راه اون بو ميم افوار دي بريز دو باك تضربوا الناس كي تكونوا في الاستوديو هكا وي قال عف عيطني عاود هادي مانيش عارف تهضر بزاف تهضر بزاف انا دائما يقول لي تهضري بزاف فوالا وهي تقول لي تعفس بزاف كما تعاود فوالا هو الى لا بون هو سي اون كما نقول لي بيرفكسيونيست نكون نغني هكذا طب يحبس ما يقوليش مام با باللي سي بون انا سي بون مريم هو ثاني ما دي سا توت الوغ في لي كوليس قال لي المدام لي بيرفكسيونيست دونك لا يبارك دونك سافا بيرفكسيونيست مع بيرفكسيونيست هاي كلاس سا اكسبلوز اكيد فاحنا نفتخروا انه فوالا يا ان كوب في لو ميم دومين مي والله انيسه زعما فرانشمون اوجوردي جو لوي رون اوماج باسكو ما بوكو ايدي هو ما بوكو ايدي سواء في لافي ريال تاعنا يعني مع وليداتنا اي في لافي بروفيسيونيل وجو بونس ما باليش الا انا راني نردها له باحسن وجه جو سي با سي لو كي فون تيموني من بعد مي نقول هذا الشيء يعني يقدر يكون نتمنوا يكون في كامل العائلات الجزائريه ان شاء الله هذا ما نتمنى سيغتين كومبليسيتي والله ما كانش هذه يتعهد اخر من هكذا ولا يتعاونوا عليها من زمان نشوفوا دي جي الناس مش راح يواجبك وي بيان سور كيكون بون ابار دومين تاع الفن انا جوغي جو مو سخي ايماجيني في ان اوتر كاع ان اوتر كرينو بالك في لونتربرونيا ولا في كوميرس ولا سا موغي با ديرونجي تكون زوجة تاعي تكون شريكة معايا حتى كيما تكون شريكة في الدار شريكة معايا دايوغ سوفون اون في بوكو دو بروجي اون في بوكو دو بروجي اون سون ان شاء الله بلوز دوطخ بروجي اون سون مريم لما يكون الزوج في دي سواغي بالك دي سواغي في اي بي هل مريم بن علل لما تكون في المنزل الله بعيد على دي جي نسيم ما تغير ما تبدا تبعث في لي ميساج حبينا نكونوا في لابو تاع مريم بن علل كي على بالها بلي عنده اون سواغي تخي في اي بي والله العظيم يا انيسه وكامل رمي شاهدين عليا انا عندي حاجه من نهار الاول جلي انستوري مع زوج تاعي سي لا كونفيونس انا جو لوي في اونتيرمون كونفيونس ما عنديش بالنسبه ليا طياحه يعني راني انا قاعده في الدار مالغري كو انا فنانه وراني قاعده في الدار وهو راهو في سواغي في اي بي وراهو كذا جو سي كي يا دي فان دي في لي يصوروا معاه يا دي غارسون لي يصوروا معاه اي فيس فيرسا جي دي فان يجيو رجال يصوروا معايا يجيو نسا مي ما كان حتى نيه هذه في لو دومين تاع الخدمه حاجه واحده اخرى جو لي في اونتيرمون كونفيونس برافو هذه صراحه تاع مريم بن علال مع دي جي نسيم نشكرك على الصراحه تاعك دي جي نسيم اليوم قول لي في الجزائر هل كاين ان دي جي نوتر نو لي اي بو ديتروني دي جي نسيم با حنا اون فا با بارلي دو ديتروني انا حاب نمدلك اسماء نمدلك اسماء لا لا بلا اسماء انا دوك نمد اسماء الحمد لله انا هذه عملتها كما قالت مريم حل عام قالت لي هذه حرفه ماشي هبال هي كتبت لي واحد التاكس قالت لي هذه حنا منها حرفه وصافي الحمد لله هذا العام راني 21 نون دو كارير 21 سنه دونك في لو باركور تاعي انا توجور كنت نستنى يجي واحد كما نقولوا خليفه يجي واحد يجي ورا كونكورون والحمد لله جات لا كونكورونس كاين سوف كاسم كاين واحد الظاهره مالوغوزمون حنا في بلادنا الجزائر لو ميتي تاع لو دي جي بون علاش كاين لو دي جي بلع على روحو غير في ان سول كرينو ولا كيما قال انا ما قعدتش غير في تنشيط الحفلات عملت تنشيط الحفلات ستوديو غنى لانيماسيون لا راديو عملت بزاف صوالح الانتاج والانتاج سيتي ان دو نو كما قال دو نو بروجي سيتي لو ستوديو اي لي دي جي وي بيان سور حنا قلنا مي حنا قاعدين في الفن الا كنا نطوروا سون غوني بلا ما ننكروا واش درنا في الفيديو نتكلموا فقط انو ستوديو ديالكم بيان سور الوغ دورون لا كارير هادو قلت لك كاين سيغتان دي جي مالوغوزمون كاين اللي ما داروهاش كيما دو باساج كاين اللي عملها دو زون سانك اون مشى يروح عاود راح لحاجه اخرى سي نورمال كو ما نقولكش يخفق ولا هو بالك يخليه اون بون تخاس ولا بصح ما كانش الاستمراريه لا كونتينيي ما كانتش كاينه عند شي واحد اون افي دو تري بون تالون هنا في الجيري كاين اللي حبسوا كاين اللي حبسوا كاين دي زالجيريان اللي من الاول عمرنا ما سمعنا بهم مي كي بسمعنا بهم في الخارج داروا حاله كاين دي جي سامي دي جي سنيك هادو سي دي زالجيريان اللي من الاول دي جي ياسين في الولايات المتحده الامريكيه بيان سور دونك
المشكل ما مرش كاين بالك دي دي جي اللي جاوا ورايا عندهم دي تكنيك جدود على التوعي بالك هذه زعما احنا يعني معليش يبانوا لي دي جي بصح في كاع الاسماوات اللي عطيتهم لي ما هضرتليش على دي جي سم كاين شكون دي جي سام؟ لا دي جي سام لا بيان سور جو لو كوني جو لو ريسبكت ما كاش لا لا انا ما نقدرش نسيتيهم كاميرون بزاف لا لا انا صح حبيت نقول لك ما كاش كون كاميرون زعما ان لا دي جي سام دي جي سام بيان سور مي الى شوازي عنده ان ستيل بيان بريسي الى شوازي اون بليس الى ان فرانس Et il y a beaucoup de... Je sais pas, le milieu, il s'arrête chez soi. On n'a rien à dire, parfois on entame des trucs. Parfois, c'est difficile de... C'est plus de moyens. Il y a une force actuelle. C'est vrai, il y a une force actuelle. Oui, le Jazair, surtout que nous avons dit de Krobeha, le fait qu'on a choisi de rester à Tlemcen. Oui. Tlemcen, c'est une ville secondaire. Par rapport à l'Asema ou l'Aqtik, c'est ça. On a moins de chance que d'autres artistes. Le show business ou le fun en général, ou les collègues qui électrochent la capitale, باش تعمل صدى عالمي ولا صدى انا بون الحمد لله غير تلمسان عملنا صدى ولا وطني مي فو دير كون ايساي دو سيمبوزي بخدمتنا اي افيك نو بروبر مويان والاستمراريه لانه عنده 21 سنه كمام وهو في المجال هذا يساعد هو 21 و 21 اون ا كومونسي وي يلا جو دي زون مي سي مريم سي غراس لوي كو تو ا فريمون في لو بوم و ريكونيت غراس ا مسيو لا 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 مريم اسمها كان لا كانوا جو جو دير سي بارابور او زارونجمون دو نسيم لا لا بصح في الاندلسي ربما لا لا كان عندها اسم ما فهمتينيش انا حبيت نقولها باللي انا كي سمعت لي دي جي نسيم سي بارابور او زوت دي جي بالك لي جون يقول لك ميكسي دو لا ميوزيك سي ساب مي انا شت سي ان ترافاي خدمه كبيره افيك فريمون دي سي بارابور ا زعما مانيش نقول لك بلي بيان سور مي هي في الاندلس كانت اسمها كان كان بون اسمي كان كاين و سي بيتيت كو سي لا كولابوراسيون زوج ريسان خير من راس فوالا سي سا Je lui rends la balle. Mes parents. Je lui rends la balle. Aouya, elle m'a aidé pour l'évolution. Voilà, vu que quand il fait l'évolution, parfois même ils ouvrent chez Soalah. لي بالك هادي شحال دار بهم لو بوز كيما حنا وقتنا في لي زاني 2000 ما كانش كاين الفيسبوك ما كانش كاين الانترنت في الجيري زعما حنا اون افي لو بوز بلي سي دي بلانيماسيون كلش بون افيك ان افيك كي واحد يفوت الوقت وكلش كان شي صوالح بون ما يبقاش يكثر منهم ولا اي باس دي شوز اللي ما دارهمش هادي شحال وي جو ريكوني كو مريم عاونتني بزاف سورتو في الكتابه سورتو في لي يعني كي يكون جو خير من انا جو تقبلني معاه بكري في لي ريميكس الاولى كامل ميم لي غاي ميكس باش فوزي دي جيو هي كانت تدخل لافوا تاعها سي با لو بومي البوم كنا نعملوا لي فيزيون حنا نقولوا حنا سي البوم كيفاش نقولوا حنا اوفيسيال فوالا نقولوا حنا سي لا كولابوراسيون اوفيسيال مي افون من 2006 وحنا نخدموا اونصومبل دي جي نسيم شحال عندك من ميكس الان؟ الوغ لي ميكس ستوديو عندي واحد من ديزان هذاك لي لايف نكونوا نحسبوا كل عام كل عام كاين لايف لي كومبيل اي هذا لي كومبيلاسيون ثاني اون ديزان هاي نعم تري بيان ف 21 سنه سا سو فات نورمالمون 13 سنه زواج 21 سنه ان شاء الله بوكا با اون غروند فات لا جوستومون ما عندكش الاختصاص انا نروحوا ما يعرفوش نروحوا ليهم يقول لنا صاير نسيم عرضني نسيم دوك شوف انت بقى صاحبتك لا 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 مريم تعرضني انا ثاني اه صافي صافي نعرفكم كامل قال انا اذا من بعد نعود نوليو اكيد لضيوفنا جمال اعطيني التقرير تاع البنك الجزائري لسنه 2018 بصح بسط لي حنا ما نفهموش لي شيفر دبر راسك اعطيني الخطوط العريضه موسيقى شويه فقط حبيت نقول انيسه انا واش عجبني في دي جي نسيم ومريم انه كما نحكيو في لغه الاقتصاد يعني الطو دانتيغراسيون نسبه الادماج في الموسيقى اللي خدموها سي 100% سي منتج وطني دونك سي 100% دونك سينو المدخل ديالكم مليح في الاقتصاد ديالنا نورمالمون صافا راكم تبيعوا نورمالمون بس ماكمش تصدروا ربما اه واش سي مازال ما لحقتش ان شاء الله توصلوا للتسجيل العمله الصعبه تدخل اذا جمال اعطيني باختصار وشنو هو تقرير البنك الجزائري لسنه 2018 الحاله مليحه ولا ماشي مليحه الوغ دونك التقرير تقريبا بنك الجزائر تقريبا بنك الجزائر اللي جاء في بدايه هذا الاسبوع واللي اعطى التوجهات النقديه لسنه 2017 وسنه 2018 يعني اعطى التوجهات النقديه والحاله الاقتصاديه للجزائر بصفه دقيقه احنا يهمنا بوكو بلوس سنه 2018 لاننا السنه اللي رانا فيها وراهي قريب تخلص يعني هو تقرير نوعا ما وصفه
بالمقلق، يعني كان تقرير مقلق نظرا للعديد من المؤشرات الاقتصادية والأرقام وكذا المعطيات اللي تم يعني أشياء كثيرة منها الصادرات والواردات، نسبة يعني الأموال المطبوعة من خلال النظام من بدء العمل بنظام التمويل غير تقليدي، وكذلك احتياطي الصرف، يعني فهي العديد من المؤشرات اللي كانت نوعا ما مقلقة، حتى أنه محافظ بنك الجزائر في البرلمان لما قدم التقرير تاعو سنة 2018 لما بدأ يحكي قال راح نتحدث، وكان يضحك يعني جمال بدأنا غير ببساطة التمويل غير التقليدي باش نفهمه غير بالحق. أيوة جستمو كي كان راح يحكي داير على التمويل غير التقليدي، يعني كان شغل هي بلانشا بيه قال بلي سأتحدث بكل صراحة وشفافية، يعني الحالة ما يشملها أنه فيه عديد من المعطيات والمؤشرات كما قلت اللي هي نوعا ما مقلقة. ألور كما قال أغيلاس نبدأ بالتمويل غير التقليدي، ربما الرقم اللي يحير كثير من الناس اللي لما سمعنا التقرير هو الكمية النقدية اللي انطبعت منذ بدء العمل بالتمويل غير التقليدي، شحال طبعت الدولة يعني من نقود؟ سي 4005 مليار دينار جزائري، ما يعادل تقريبا 35 مليار دولار. يعني هذه اللي طبعتها الجزائر بعد بيان سور الأزمة الاقتصادية اللي جات بعد تهاوي أسعار البترول. كثير من الناس يقولوا علاش نطبعوا الدراهم، يعني هذا سؤال كثير من الناس يقول لك رانا نطبعوا الدراهم بصح وعلاش خصونا الدراهم وين يروحوا؟ فوالا جوستومون، وهاد الدراهم اللي نطبعوا وين يروحوا؟ يعني بعد تهاوي أسعار النفط بيان سور والاقتصاد الجزائري مربوط بالأسعار تاع النفط ودخول العملة الصعبة واللي هي الدولار، هذا الشيء لما ينقص يعني يعني الواردات تاع البلاد يعني من خلال المحروقات راح بيان سور يأثر على العملة. يعني باش نبقاو في الـ في الـ في هاد 4005 مليار دينار اللي انطبعت هي وجهت لسداد الدين العام، يعني فيه العديد من المؤسسات الوطنية عندها دين العام، مثلا كما سونالغاز، سونالغاز معروف انها عندها عجز كبير وعندها دين كبير، فهذه الاموال اللي تطبع لتزيد ديون الشركات العموميه والله باش ينقص العجز على هذيك المؤسسه وباش راح يعاونها يعني باش يعني تدير العديد من الاستثمارات فيه، كذلك انه كميه كبيره من الاموال المطبوعه وجهت لتمويل استثمارات سوناطراك. نعلم انه سوناطراك الان يعني في الاستراتيجيه الجديده تاعها يعني استراتيجيه 2030 فيه العديد من الاستثمارات الجديده راح تقودها، اخرها او ربما اللي سمعنا به مؤخرا انه الاستثمار في ولايه تبسة مصنع الفوسفات، يعني ففيه العديد من الاستثمارات اللي تحتاج يعني كميه هائله من النقود، ونظرا لتراجع عائدات الدوله من البترول فالحكومه يعني تحتاج الى بديل اخر، على هيك سموه يعني تمويل غير تقليدي. تمويل غير تقليدي فكاين حل واحد اخر وهو الاستدانه من الخارج، فعوض أن نروحوا الاستدانة للخارج راح نديروا تمويل غير تقليدي، وانا نطبعوا بصح التمويل غير التقليدي يبقى أفضل من الاستدانة من الخارج. جمال أكيد هو كحل يعني هذا حتى ولو عنده يعني عنده شوية سلبيات وكثير من السلبيات، ولكن يعني حسب الخبراء أنا نقوله هم يقولوا يعني أنه هذا التمويل غير تقليدي بديل يعني مليح حاليا، لكن ما لازمش أننا نعتمد عليه ولا جتمو تبقى عادة، يعني يكون نخصو الدراهم مثلا نطبعوا داير. واش صرا انه في تقرير تاع محافظ بنك الجزائر قال انه مرينا من فتره كان فيه عجز يعني نقص في السيوله الى فائض في السيوله. نعم السيوله النقديه لما تكون كاين فائض في السيوله النقديه ولما يكونوا كاين دراهم بزاف في السوق النقديه واش يصرا؟ يصرا التضخم. يعني كثير من الناس يقول لك يعني احنا واش راح ياثر علينا هذا؟ طبعاً الله يسهل، لكن هذا الشيء اثر مباشره على جيوب المواطنين. نعم التضخم يعني لما نتحدث عن التضخم عندهم أنه تكون تشري قرعة باريكسون بجو 5000 من بعد سرطة مومون تريد تشريها ب10000 لأنه القيمة رامي مزاد ولهاشا نو رامي مزاد نو 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 أنا أعطيت إكزامبل برك مي يعني القيمة تاع العملة تنقص، لما القيمة تاع العملة تنقص فلازم تضاعف العدد تاعها. يعني مثلا يكون هذا كما قلت 5000 مثلا لازم مدي الدوبل بار اكزومبل لا تريب تاع العمله هذيك، وعلى بالنا كاع واش صرا صرت مومون في الترك يعني لازمك كونتيتي كبيره تاع الدراهم باش تشري حاجه. فهذا الشيء كيفاش ياثر على المواطنين؟ يقول لك انا نخلص 5 ملايين بصح ما يشد لي، لانه كاين غلاء في المعيشه بطريقه غير مباشره يعني تدريجيا. نعم. فالناس تتاثر مباشره
ولكن من دون ما تعلم أن نعم. التأثير هذا جاي مثلا صح فاش مليحة هذه قلت لي بلانشابيي طباعة الأوراق النقدية وماشي الاستدانة من الخارج راني حابة يجهزوا لنا الحماية المدنية يجيبونا كامل العتاد للحماية المدنية فرانا رابحين فيها يديروا لنا لي ستوديو باش يكثروا لنا الفنانين ونحافظوا على التراث تاعنا غير لا شي خصك زوجوني جمال زوجوني غير لا صاحبي يتزوج ف سهل ماشي جمال وكي تكلمنا على تكلمنا على التمويل الغير التقليدي وكي نتكلموا على عائدات الخزينة تاع الدولة والاحتياطي الصرف وين هو لاحق الور عندما تحدثوا على عائدات الخزينه او المداخل اللي جات دخلتها الجزائر يعني في سنه 2018 المداخل تاع الصادرات المداخل يعني تاع واش صدرنا يعني من المحروقات وخارج قطاع المحروقات يعني فيه ارقام كثيره يعني حتى نختصروها ونمدوا ارقام فقط يعني باش المشاهد يفهم على الصوره 2017 ولا نقصت ولا مقارنه ب 2017 يعني الصادرات الكميه تاع المحروقات اللي صدرناها انخفضت نعم هذا في المحروقات في المحروقات في ولكن العائدة تاعها يعني الدراهم اللي يدخلوا اكثر من 2017 لانه البرميل تاع البترول نو البرميل تاع النفط زاد فوالا جوستمون فالجزائر دخلت خلال 9 اشهر الاولى من سنه 2018 28 اعتقد انه 28.33 تقريبا اذا ما نسيتش فوالا جوستمون 28.72 مليار دولار يعني مقارنه ب 23 مليار دولار في سنه 2017 نعم فالصادرات يعني قطاع المحروقات نعم هذا من جانب يعني قطاع زاد المحروقات يعني دراهم وشنو هما الصادرات اللي رانا ملاح فيهم السلع الجزائريه اللي رانا نصدروها باختصار جمال فوالا دونك عندنا بيسيور صادرات محروقات عندنا خارج المحروقات خارج المحروقات يعني العائدة تاعها ارتفعت يعني كانت في سنة 2017 مثلا 0.93 يعني ما لاحقش ميم با مليار دولار حاليا في سنة 2018 سي 1.58 مليار دولار يعني يبقى يعني يبقى يعني مش كمية كبيرة يعني دخلت ولكن كاينة حاجة جد مهمة وأنه هذا 1.58 مليار دولار غالبيتها من مشتقات المحروقات في حد ذاتها ماشي بمعنى انه من الاسمده والمواد الازوتيه ومشتقات المحروقات فلهذا يعني محافظ حتى نعاود نرجع واش قال محافظ بنك الجزائر واللي ديما يقولوا ماشي غير محافظ البنك يعني الخبراء والكل يتحدث عن هذا الشيء ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري نعم وهذا يعني ما نتمناه جمال براس نعود نوليو ليك من بعد باش تقول لنا شحال بقاو في الخزينه ديالنا تاع الجزائر حتى بين قوسين فقط جمال لما نشوفوا الجاره تونس يعني من الصادرات دير ان شيفر اكثر منا في زيت زيتون فقط فلهنا نتسالوا على الصادرات تاع تونس هذا لو شيفر اللي عطيته لي ديروا هي الا في منتوج زيت زيتون فاحنا رانا بعاد بزاف يعني هي لما تحدثي مثلا انيسه مع جمعيه المصدرين هما ما ينفيوش انه يقول لك احنا في الخطوات الاولى يعني الحكومه مثلا طالما تحدثت نعم على تنويع على المنتوج الوطني وشحال كنا نقولوا انه لازم ننوع الاقتصاد بعيدا عن المحروقات ولكن يعني يبقى كما قلت الخطوات الاولى ومازال الطريق يعني طويل بزاف ان شاء يعني الله وهذا ما نتمناه بعد نعود نولي ليك جمال اذا مريم واش نروحوا نسمعوا الان اون شونسون من التراث نعم عزيزه عليا على قلبي وعلى قلوب كامل الجزائريين À travers de la chanson, je voudrais dire un clin d'œil. Le fennan Abdel Majid Mskout. Ah, un hayi wa hna amli raw ta'ban nawa'a. Allah yshafik. Rabbi Donc ana je vais essayer de lui rendre hommage aujourd'hui à travers la chanson li kam nhabha ya Dzaïra Al Asima. Ah, hna nmoutou ala had el ghnia ya Dzaïra Al Asima. Idha Maryam, dirou chal ambiance ou na'am, public. Idha Maryam Ben Alal ya Dzaïra ya Al Asima li jatna men Tlemcen ou tghni ala Al Asima taht tasfiqat el jomhour. Thank you.
مواسم كي زمان التقليد غمو هي الاخوان بدعوا تضيع اخرين تبدل الحبق بالريحه يا حسره على الياسمين وين القفاطن والمجبور وطراز الحرير مفقود وينهم الخرازين الجنود ¡Gracias!
الجزائرية شو مريم بن علال راهي حاضرة معنا وإحنا نتكلموا لازم جمال لازم في كل مرة نربطوا الأحداث. تكلمنا على اقتصاد الجزائر وأنا نظن أنه بفضل الفنانين كما مريم بن علال راح نصدروا الثقافة الجزائرية إلى الخارج ونحافظوا على التراث الجزائرية الأصيل. فنشكروك مريم ونحسوا أنه الفنان ما يكون مسرور وفرحان غير كي يكون سيخسان أمام الجمهور ديالو. هذاك هو لوندغوال ربي خلقه على جالو. فوالا. مريم برك ما فهمتش أنايا. تبيسي هذاك اللي راه مر الشوب تاع الجزائرية شنو هذاك تبيسي؟ عوي هذا عسل حرة عوية بال كي نقول احنا بالشهدة سي سا؟ بالشهدة. يا سيغ دودون فوالا. دونك جو رميرسي مدام صابرينا فوالا صابرينا. انا في الحقيقة اليوم جي ان كو دو فخوا اي جيتي ستريسي جافي بوغ وجابت لي هذا الروميد ميراكل ناتشورال يعطيها الصحة. فنشكروا في كل مرة. إذا نشكروا صابرينا وسفيان القائمين على البلاطو ديالنا المتواجد بالعاصمة. فنشكروك على هذا الشو مريم بن علال. فسي برناوي حبيت لو كان عرضتك في ظروف أخرى ولكن لما نتوجه ليك فنعود نتفكر القصة تاع الضحية عياش ربي يرحمه أكيد. أكيد توفى الضحية ولكن الشعب الجزائري كامل شفناه تلاحم من أجل شخص واحد فربي يرحمه أكيد. سيد برناوي لما الحماية المدنية كانت يعني في عين المكان وقتاش قلتوا أنه خلاص الضحية عياش توفى ويعني الآن فقط نجبدوا الجثة خلاص يعني ما كاين أنين ما نقدروا ربما نطولوا الأكل ما نقدروا نطولوا الأكسجين فنمروا إلى مرحلة أخرى وهي انتشال الجثة وفقط. لا سي فري يا كما قلتي تمنيت لو كان كنت يعني دون ان اوتر كونتكست في ليميسيون كيما هذه. نشكركم بزاف عليها لأنه رانا كعوان حماية مدنية وكجزائريين كذلك وني تري توشي. نعم. سي العوان بداتهم وحنا بداتنا. سيد برناوي يراهم الدموع نعم يعني هذا الاحساء غير عون حمايه مدنيه. نعم. لما انك لانه انقاذ روح تاع انسان ما كاش اغلى من الشيء هذا في المهمه النبيله تاع عون الحمايه المدنيه. اللي نشكر الاعوان مساكن اللي نعم. بعض منهم راه في المستشفى نتمنى لهم الشفاء العاجل. نعم. وحتى يعني من الاعوان البسطاء الى مسؤولين وقياديين. نعم. يحاولوا بكل جهود نحييهم اللي كانوا في عين المكان. سيد برناوي واش حسوا ربما واش يقدر يحس عون حماية مدنية لما يبيغ يعني الضحية ويقول أنه توفى واش يحس في نفسه؟ لا خليك تحسي وشنو العون الحماية المدنية لما ينقذ شخص ولا ينقذ حيوان فقط قطة أو حاشاكم كلب أو نعم. بقرة أو أي شيء يعني الفرحة تاع لا ريوسي تاع المهمة لأنه اللي في اللي لا وتكون الشيء هذا وعلى باله باللي راه عنده أجرة عند ربي سبحانه قبل ما خالص مع الدولة الجزائرية. لما تفقدي يعني إنسان ماشي فقط عياش فقط لأنه أثناء نعم. حوادث المناطق إكزومبل هو راه برك عينة أوكور دو لاروت يعني يموت لك واحد ولا أنك تخدمي مع ضحية تقومي بالإنعاش يعني الصناعي والضحية تروح لك يعني تحسي أنك يعني تروح لك هذيك النعمة تاع أنه من أنقذ نفس كأن أحيا نفسا كأن أحيا الناس جميعا يعني نعمة كبيرة. لأنه الأعوان لما فقنا باللي كما قلت أنت أنه عياش راح يتوفى يعني لما تجاوزنا اليومين بثالث يوم وعياش فقد يعني ما لناش نسمعوه يعني عرفنا بلي انه الظروف ماش تساعد عياش والظروف ماش تساعد فينا احنا باش نوصلوا له في اسرع وقت ممكن باش نخرجوه لانه كنا عارفين بلي انه عياش راح يفقد الوعي عياش راح يفقد القوه لانه ماكلاش البرد ما نعرفوش حاله الصحيه تاع عياش اذا كان مريض ولا ماشي مريض ولا عنده امراض مزمنه ولا كل هذه لكن نهار تكونفيرمات يعني انه نهار خرج الماء كنا في رابع يوم ونحفروا وطلع الماء بغزارة عرفنا بلي أنه حتى في الأنبوب طلع المنسوب المياه طلع منسوب المياه أنه حتى الفلاحين مشكورين تاع كل المنطقة
قاموا بإفراغ كل الآبار تاعهم حتى المياه الجوفية تروح للآبار تاع الفلاحين ما تكونش في، لكن الغزارة تاع المياه اللي كانت طلعت بالتربة بالأحال اللي غطات العياش، ملي كانت الشجاعة تاع المدير تنظيم وتنسيق الإسافات العقيد العلوي اللي كان عنده الشجاعة أنه يصرح بلي ضحية وفاة، أنه كانت لازم شجاعة كبيرة للعائلة تاعو. الضغط اللي كان على الأعوان الحماية المدنية للسلطات المحلية ماشي شيء سهل أنك تصرحي بلي ضحية فقدناها توفاة، ويعني كل واحد كيشحي في السلها أنه فشل عملية الإنقاذ، فشل مهمة الحماية المدنية، للأسف أنه استعملت كذلك بعض الكلمات الثقيلة والجريحة. نعم. عياش وقيت زوالي لأنها منطقة نائية. سيد برناوي، هذا ربما كل واحد فينا ربما الإعلام عنده دخل، ربما مواقع التواصل الاجتماعي كانوا يقولوا له كان هذه الحادثة صارت في العاصمة ولا قسنطينة ولا تلمسان لغروند فيل، ربما لو كان الحماية المدنية ربما كانوا يوصلوا وبالك يستعملوا تقنيات وبالك تكون عندهم صدق لي تكنيك ويغاولوا. نعم. لأنه سي غروند فيل بالك الضجة حتكون كبيرة. أكيد. لما قال لك المسيله فان تي باتلان ربما. صح. حتى ولو انا شخصيا ما نشكش في. نعم. يعني هو المكتوب ولكن من نولوا انه تقنيات خاصه للحمايه المدنيه، ولكن كانوا منذ الساعات الاولى لما اتصلوا بهم راحوا مباشره، فهذا الشيء ما نقدروش ننكروها. زياده على ذلك يعني كما قلتي احنا كامل شفنا ربما يعني دي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاعوان الحمايه المدنيه. اكيد. يعني اللي كانوا يبكوا يعني فيديو جد مؤثر. نعم. حميد شوك. يعني لاعوان الحمايه المدنيه. نعم. كانوا يبكوا يعني لما الاب تاع الضحيه اللي قالوا استعفوا يعني رتحوا. واحنا هما كانوا يبكوا يعني فقدانهم. نعم. نتبعوا ثانيه بثانيه الحديثه. وزياده على ذلك يعني يعني ربما حتكون فرصه يعني باش يعطينا سي برناوي يعني. نعم. ربما مزيد من توضيحات، مزيد من معلومات حول يعني كل ما دار في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بعد هذا الناس كثير من الناس يعني تداولت او يعني بارطاجات يعني دي فيديو تاع عمليه انقاذ كما قلت في الشيلي في الصين هنا وهناك، حتى هنا في الجزائر يعني في بليده كنا شفنا فيديو يعني تقريبا لعمليه مماثله، وقال البعض فيهم يعني كاين نقص في المعدات لدى الحمايه المدنيه، يعني في بعض الاحيان البعض تحدث وقال الحمايه المدنيه راهم يقولوا لنا اليوم بلي رانا نديروا عمليه انقاذ في الخارج، لكن اليوم علاش؟ يعني يعني فيه العديد يعني انتقادات. نعم. ربما وجهت للحمايه المدنيه. والانتقاد هو اللي كان الابرز انه لو كان كان في العاصمه كما قلت يعني جيماجين نعم. انه كان فيه ثاني ضغط كبير واحد اخر على. نعم. الحمايه المدنيه. اذا اليوم واش النقيب واش راك ترجع لهم الناس اللي راهم يقولوا انه لو كان كان ضحيه من العاصمه ولا المدن الكبرى ربما لو كان كان شيء اخر. هي انسان ما يخبيش الشمس بالغربال كما نقولوا، العاصمه في كل البلدان العالميه يعني تكون مختلفه عن المدن الأخرى. الأخطار اللي موجودة في العاصمة مختلفة عن الأخطار الموجودة في مسيلة والأخطار المتوجة في وهران ولا في الجنوب الكبير الجزائري، تختلف الأخطار. هذه الأخطار أو دراسة الأخطار تحليل الأخطار الذي نقوم به كل سنة في إطار الشيما ولاية داناليز دي ريسك السواكر، هذا الذي يتم تقديمه كل سنة من مديرية الحماية المدنية بإشتراك المتدخلين والفاعلين الاخرين في مجال الاخطار الكبرى. هنا يتم يعني توزيع العتاد وتوزيع الاختصاصات على كل ولايه وعلى كل مديريه حمايه المدنيه حسب الاخطار المتواجده سواء كانت طبيعيه ولا اخطار صناعيه. هذه التقنيات والاستراتيجيات في كيفيه التعامل. في بعض الاحيان تكون عندك بعض الحوادث التي شهدها المسيله الاسبوع الماضي هي خاصه جدا وتكاد ان تكون نادره يعني في الجزائر مختلفه عن يعني في دراسة أخرى معروفة أنه في بلدان أخرى في شرق آسيا أو في باكستان أو في الهند تكثر أنه عندهم عملية الحفر وعملية الفراج وعندهم تقنيات وعندهم عتاد في اللوكاليزاسيون وتحديد وما شابه ذلك. التقنيات الموجودة أو الآليات والوسائل الموجودة في المسيلة هي نفس الوسائل الموجودة على مستوى العاصمة. تكلمني على الحجم العتاد نقول لك لا يختلف. العاصمة عدد الوحدات الموجودة في العاصمة يكاد أن يفوق 60 وحدة على خصوصية العاصمة. المسيلة لا، المسيلة الوحدتين على مستوى الشيف لي دو ولاية وفي كل دائرة
أو منطقة اللي على حسب دراسة الخطر، وهناك وحدة حماية مدنية على مستوى غرب الوطن وهران اللي ساكت لمسان، رغم أنه الولايتين متقاربتين ونفس تقريبا نفس الأخطاء، يعني ولايتين ساحلتين على نفس مستوى نفس الجنوب. هنا تقول لك نعم، يعني تختلف حجم وعدد الإمكانيات الموجهة حسب كل. ولكن الآن نعم. لما نبسط لك يعني الكلام تاع مدينة كبيرة، كي نقولوا وليد زوالي خلاوه ولو كان لا بالك وليد غني ولا ثري، ربما حتكون يعني الحمايه المدنيه راح تكون بلو فيجيلانت، ولا يعني حتى ولو قلت لك احنا ما نشكو في الحمايه المدنيه كل يوم يعني لا غبار عليه. الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله اللي ربنا عملينا بنعمه الاسلام هذه في البدايه. نعم. والروح الانسانيه يعني عند كل الديانات اهم وعزيزه، وكل الديانات الروح الانسانيه عزيزه. عياش وليد زوالي ولا كان وليد مسؤول كبير في الدوله الجزائريه، واش كانت الحمايه المدنيه انها ترمي بالامكانيات ولا للسلطات المحليه والمتداخلين الاخرين يعني. وكان يعني كان وليد مسؤول كبير يعني، وكان رانا جبدناه في يومين ولا ثلاث ايام يعني. عياش اون سون فوتي با مال. لا هذه ماشي الجزائري بالدرجه الاولى كما شفنا المواطن المتضامن، حتى اول الحمايه المدنيه ولا المسؤولين المحليين ولا المتواجدين في العاصمه هم كذلك جزائريين. حتى عياش خوهم وعياش صاحبهم. حبيت نقول فقط انه اعوان الحمايه المدنيه هما من الشعب. نعم. فاكيد ما عادش راح يديروا الفرق. نعم طبعا، احنا كنا ربما كما قلت لك انك ربما يعاب انه في مثل هذه الظروف ربما انه التكفل الاول في المعلومه ربما التي وجهت للمواطن ربما كان هناك فيها خلل نوعا ما او خطا يعني في كيفيه التكفل. صحيح، وافقك الراي، وفقوا رأي أنه ترك المجال لبعض الكلمات وبعض الوسائل حتى تصل إلى دينية الشعب هذه الإشاعات للأسف. لكن هذه ماشي أول حماية، بعض المسؤولين. نعم على كل حال يعني كل واحد كيفاش. أول حماية لحقوا داروا خدمتهم. لا الحمد لله. حتى أنه إحنا عامة نقولوا حضور المسؤولين الى عين المكان، حضور سواء المسؤولين الوالي او التصريحات وما شابه ذلك، انه الانسان لازم يفهم ويتقرب ويسمع قبل ما يحكم. هذه بالدرجه الاولى. لست هنا لدافع على اي شخص ولا على اي قطاع، انا هنا لا اقول كل الحقيقه للراي العام، شيء مهم جدا. احنا الشيء اللي طلبناه توفرنا، هذا الشيء اللي هم سواء كانت للخواص المقاولين والمواطنين مشكورين، والله العظيم الوقفة اللي شهدتها يعني الجزائر. نعم. لكن الناس الميساج كيفاش ملحقش يعني، والناس أولته بالغلط الإمكانيات المواطن اللي جات بمحض الإرادة. والشي اللي نحمدوه على غير ربما بعض الدول الأخرى تأتي بقوة القانون، لكن في الجزائر تختلف، جاءت حتى جاءوا بإرادة المواطن. وهذه النقطة فمشكورين. نعم. مشكورين الناس اللي جاءوا يعني بإرادة ديالهم. سيد برناوي طبعا. من بعد نعود نوليو ليك. فالضحية عياش رحل عنا دون معرفة يعني أسباب الحادثة، كيفاش وقع، لماذا التأويلات كثرت إلى حد الآن ما على بالناش يعني الحكاية، لأنه الأهل ديالو ما نقدروش نقتربوا منهم لأنهم فقدوا ابنهم. هل هناك كان نعم هل هو كان يعاني من يعني اضطرابات ولا يعني ما نقدروش نتكلموا، حتى ولو كان تأويلات في المنطقة أنه كان يعني واحد يقول لك انتحر، واحد يقول لك ازلق. فعياش ذهب بسر، كنا حابين عياش يكون حي يرزق بيننا ويحكي لنا القصة كاملة، حتى ولو ما حكيناش حبينا كن عاش وبقى بيناتنا. ولكن مشاهدينا المكتوب غادرنا عياش وراح سروا معاه فاصل إشهاري ومن بعدنا ودنولي. ضيفة سهرة اليوم الضيفة النجمة مريم بن علال. مريم نبعث لك بعض الصور وتعلقي لي عليهم في كلمة.
اذا بون في لاغيجي قالوا لي ماهمش واش دير صور كالعاده، ولكن الان هي الصوره الاولى. اذا اعطوني لاغيجي الصوره الاولى حتى تعلق عليها الفنانه مريم بن علال. اذا مريم الصوره فيها فنانات جزائريات، لو كان نقول لك شكون اللي في بالك انت كفنانه اللي توفقت في ادائها للاندلسي وللتراث الجزائري؟ اعطيني يعني اسم واحد. يعني بكل ما عندكش صراحة كاع جوكر. لا 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 ما عندكش جوكر. لا لا نو نمد لك اسم. نعم مي كما نقول احنا انا يعني كامل هذو بثلاثه نعرفهم يعني فوالا صديق فوالا جو فيغاو، وكل وحده كان عندي الفرصه باش سمعتها تكلمت معاها، يعني انا نعرفهم كفنانين وك نعم نتو نتكلموا على المجال الفني يعني وعلى الاداء وعلى نعم الصوت وعلى انا نقول ريم حقيقي. برافو على الصراحة ديالك. فقالت ريم حقيقي، أعطوني الصورة الموالية باش نتكلموا على عدة طبوع كلمة. سليم شاوي جي جامي لوكازيون، ما عمري ما خدمت معاه، ولكن يعني اترافيغ واش نشوف لي فيديو تاعو سوغ يوتيوب تو، يعني عنده اون تري بيل فوا، اون فوا بويسونت، و جو بونس كو يروح بعيد في الاغنيه شويه. نعم حبيت نعطي لك عده طبوع باش نشوف هل مريم بن علال ماشي نخلوها محطه فراغ. انا متفتحه يا نعم اكيد. اعطوني الصوره المواليه كلم. جو يعني بكل صراحه نعم. جو نسي با دو كي ساجي. نعم صراحه ولكن جو سوي با برونشي فوالا. اذا هي مريم حليم، هي من لا نوفيل سين، والله غير ما نعرفهاش بكل نعم صراحه. نعم اعطوني الصوره الاخرى صراحه، حنايا في الصور نحبوا الصراحه، انا ما نقدرش نعرف تو الموند. نعم فوالا كلمه ما نعرفوش انا هذا. نتكلم لك على نسيم الدي جي ولا نتكلم لك على خلق بالي تكلمنا على الزوج؟ شوفي الدي جي ربما ماشي انت اللي تشهدي عليه. انا شوف نلخصو. نعم دي جي نسيم اون 3 اون 3 مو سي ما مواتي سي لو بير دو مي زونفون اي نا بور موا سي ان اكسلون ارتست. برافو. نقول لكم حاجه، انا لي زارتيست اللي نجيبهم نحب الصراحه، صدق كاين كاين ما كاش ما كاش نعرف نعرف نقول نعلق. فبغافو غوفنيغ لهذيك اللي ما عرفناهاش. نعم بارفوا تاع جوكير ديال مريم فهمت ايه بارفوا تالمون وانت عرفت نسيم. انا نو بيرسونالمون انا ما نعرفهاش سافو دير مي سافو با ديك ماشي اون اي با برونشي مي تالمون راهم بزاف بارابور هذاك تو غات بارفوا. انا ما نعرفهاش جمال تعرفها؟ ما نعرفهاش والله جامي شفتها. ما بالك دي فوا بالك جمعت انستغرام بزاف هادو ولا ما 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 نو بالك بنادم احيانا تكون تعرفو دون ليطا سامبل كما نقولوا بارفوا افيك الماكياج وتو تبدلوا الماكياج وشوتينغ بارفوا ناس نعرفوهم ما نعقلوهمش شغل الفوتو دونك عاد مي فرونشمون ما نعرفهاش. وانت بالاسم ومريم حليم؟ لا لا والله غير ما عرفتها. شكرا. لونسيان ايكول تاع الشرقيين المدرسه الكلاسيكيه والتقليديه. دي جي لو كان نقول لك الارتيست اللي راك تحب تميكسي بلا فوا ديالو ولا ما على باليش انا ما نعرفش التقنيه تاعكم تاع الارتيست اللي راه داير فيغور. حنا حنا جوستومون حنا اون طونك دي جي انيماتور بروغراماتور اي تو توجور يليق نواكبوا واش راهي كون توندونس يتمشى سي نورمال. باغ اكزومبل العام اللي فات حكيت مع لي فيتشرينغ حكيت مع لو ماناجير باغ اكزومبل تاع موك صايب قال لي وي اون فا سيغمون فيغ هذاك سي نورمال مع فريك لاين ثاني تو هذاك. الوغ تقسيني واش نتمنى ولا ولا واش مع مع من بونسي شكون هما؟ لا لا شكون هما اللي مدايرين فيغور وانت تحب تمشي على لي فوا ديالهم؟ سي تو تافي نورمال اون فا بارلي دو سول كينغ. نعم اللي راهو داير فيغور. الوغ dernièrement je suis en train de préparer un remix spécial pour le nouvel an. C'est tout à fait normal parce que c'est le phénomène de l'année. C'est là le on a madabia kayna haja madabia il a un bon potentiel madabia ما يطيحش في لو بياج تاع فينومين وبرك باسكو لو فينومين واعر وي سي سا نو سي با لوي كو جو استا غاتيشوت كيما تطلع كيما تقدر تهبط. جو بونس كي لي بيان اونتوري او كونتر جو بونس تاطير مهم جدا جو بونس كي لي بيان اونتوري باش ما ينزلقش. كاين دي زارتيست صرا لهم
اللي داروا لو باز وفي عام عامين ثلاثه وباي باي. نعم. حنا هادي ما والله ما نحبوا. نعم. يغيضنا تغيضنا. صحيح. تغيضنا على الارتيست. دي جي لما نديروا اميكس هكذا هل دي جي نسيم يعرف بلي هذا لو مورسو راح يدير فيغور ولا دي فوا دير اميكس وين بالك ما تعطيلوش يعني اهميه كبيره وتشوف بلي هو اللي نجح؟ وي هذا صرالك ولا لا؟ كاين ديناميك صرالك بوغ ان دي جي ولا بوغ ان ارتيست صرالك يقول لك هذاك اللي حقرته من بعد هو في صدق فينامون صرالنا كو سوا في لي كومبوزيسيون ولا في لي ريميكس. وي سي فغي بارفوا انا كنت نعمل دي كومبيلاسيون ان تيتر اللي ما ضربتلوش حسابه من بعد الناس كامل يقول لك هذاك تراك تراك سات ولا تراك هذه دونك صاريف. اذا اللي راه في الاسواق دي جي نسيم مريم بن علال راهو في الاسواق بيان سور. اذا نصيبوا لي تيتر كاين الزول سلطانه اللي راهو داير فيغور بركاني يعني عده دي تيتر تمنيت مع السلامه يعني هادو قصص لا بليبار حب ولكن كاين قصص غيال وكاين قصص اللي تخيلتهم ولا ما نقولوش قصص سي دي سيتوياسيون. نعم بصح كاين لو تيتر وليدي. اذا مريم لهنا كامل فهمتهم وليدي علاش وليدي؟ وليدي سي ان هوماج ا ميز انفون بعدا. نعم اي كما نقولوا حنا نيمبورت كيل بيرسون كو سوا يكونوا ولاد بنات دي مامون دي بابا. نعم. دي غران بارون يسمعوا هذا لو مورسو عنده اون بارتيكولاريتي سكو دمعه طيح طيح انا اصلا ما نقدرش نغنيها اون ديريكت جون بو با. بس علاش مريم؟ باسكو كما نقولوا حنا il raconte l'amour d'une maman pour ses enfants. حنا مداري كنا نسمعوا لانفيرس توجور واحد يغني على يماه ولا على باباه. سي لي زونفون كي روند اوماج او بارون. هاد المره لا سي 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 العكس وي باش عمرناه في الاستوديو. بصح انت عندك ثلاث ولاد علاش وليدي؟ نو وليدي كي نقول لك وليدي بون بوتيتر كو انا باسكو جوني كو دي غارسون بالك شغل جاي بالك بلا ما نفيق هذه لا توندونس شغل جي بارلي دو وليدي. مي لا شونسون كي تسمعها نعم يقدر واحد يسمعها يبكي على جال يماه باسكو سي اترافيغ ما شونسون. نعم سكو يماه راهي تتمنى له سكو يماه تحس من جهته tu vois la nuance يعني ماشي غير من جهه وحده سا فا دون تو لي سونس اي هذه هي لا بارتيكولاريتي ما كانش اللي ما سمعهاش مي بارون هما الاولى باسكو زيتي لي بروميي اللي عطيت لهم بارمي لي بروميي اللي عطيت لهم يسمعوا لو مورسو قالوا لي يا بنتي ما خبيش عليك عجبنا بزاف اي تو مي ملي درناه وحنا نبكي فوالا بوكوا سا فاتيس فوالا. اذا ربي يشد لكم ولادكم اكيد سي توشون فراهو في الاسواق اللي حاب دي جي نسيم مريم بن علال ما عليه غير على هاد فالاس لي مورسو هادو ما فهادي لما نقول لك هادي الكود كور ديالك مريم في هاد لي تيتر كامل با سي الزول اي وليدي تري بيان دي جي باردون انيسه حكايه الزول لا شونسون تاع الزول باسكو سمعت مقبل في لي ريبيت قول عجبتني رحت هضرت مع نسيم سي كوا لو سيكري تاع هاد لا شونسون باسكو سي فريمون الي نوستالجيك و بون وي وي بون سكي سور سي با دو تو لا ريكوبيراسيون ولا كاين كلمه فيها نهار قلنا علاش درتو الزول ولا او كونترير عملناها لو تيتر الي سي كبير و مي لي بارول و لو ريفري سون ان عرب هذا حنا سي سيتي كومون دير تعايش ولا لا لا سي با سا سي فرانشمون سي لالجيري اون اي توس الجيريان هذه هي انا نحس باللي جو سوي كونسيرني باغ لا لونغ كابيل جو سوي كونسيرني باغ لا لونغ عرب حبيت غنيه اللي تجمع لي دو لونغ انا مالوغوزمون برافو على هذه الكلمات هذه هي الجزائر انا جو سي با جو سي با بارلي كابيل ما نعرفش ما تعلمتوش في صغري ولو كان نلقى اللي يعلموني نتعلموا سون زوكان بروبليم هذه ثقافه مي فوالا ثقافتنا احترام الثقافات واقتناء بالمختلف الثقافات رحت مره ابوجي ابجايا اي جي شونتي اون كابيل لا شونسون دي دير جي شونتي كومبليتمون مي يعني لازم حفظوها لي وداروا لي لو سونس اكسيتيرا باسكو نحب نفهم الحاجه اللي نغنيها سا ايتي فريمون مانيفيك سيتي واحد لو مومون انوبليابل دونك جو مي سوي دي بوركوا avec le peu ما نخبيش عليك نعرف كلكم وما نعرفش هذاك الزول سي لو مو كو تو لي الجيريان يفهموه وهذه لا شانسون انا سميتها اونتر اوتر ليمن دو لا بون هومور باسكو كي تسمعها ميم تكون مهموم كان عندك بروبليم بعد سورت اللي سمعتها على الصباح دايوغ الا اي تي ريبريز بار اون دي راديو كوم دو راديو دو ولا تخوا راديو جو سي با كوم جينيريك تاع لو ماتان تاع لوفيرتور تاع لا ماتينال
Ça donne une vraiment fraîcheur, tu as ta... c'est en même temps, c'est l'union, c'est la fraternité, c'est l'Algérie avec un grand A. Voilà. Bravo à vous, Fennanin, vous Hakikiyin. Didier, le titre coup de cœur d'Yel Fed. Alors, le titre coup de cœur, il y a pas mal de titres, parce que là, c'était un challenge de faire les sonorités modernes. بالكلام الجزائري وكنت فهمت قلت لهم قبيلات لو فات كو سي با دي سي با دي ريبريز سي با دي ريميكس سي اون كومبوزيسيون كيما نقولوا من الزيرو حتى ومريم كونتا لا كونتريبيي معايا في ليكريتور والالحان هذه يا بوكو دو مورسو اللي تقول اه تيان دونك سي انا ماكش متيق في راسي بصح زعما وصلت لحصل حاجه اللي كنت نحوس عليها بون بور كو دو كور نقول لك سلطانه باسكو سلطانه مريم كي كتبتها اون اوماج للزوج فوالا حتى ديجي نسيم صريحه فوالا حنا اون ايسي دو فير دو باسي دي ميساج كما قلت لك بوزيتيف والحاجه اللي ما قدرناش نجوزوها بالكلام جوزناها اترافير دي سونوريتي رايحين ان شاء الله تسمعوا ازول اي ازول اون ديرني c'est une tendance un peu يعني les chansons sahraoui et tout c'est targhi voilà بصح مريم هو قال لك الكوسكور سلطانه راهو معيشك كي سلطانه دي جي نسيم انا على بالك لا كيسيون سيتي با اسكو هو معيشني كيما سلطانه لان انا بوم لا فام الجيريان هي تعيش كيما سلطانه يعني هي البريبار لو تيغان في دارها باش تكون سلطانه. نعم تخي بيان فوالا هذه باش نكملوا فقط انتم راكم فنانين وعندكم اسم في تيليمسان واكيد الحفلات لما نقولوا في تيليمسان الاعراس تجي مريم بن علال اسم اهل تهتموا بالعمل الجمعوي باختصار حتى نكمل مع الضيوف الاخرين هل مريم بن علال عندها وقت تروح للجمعيات وتنشط في جمعيات لانها فنانه معروفه. موا جو سوي بوكو دون لي اكسيون كاريتاتيف. J'organise بزاف des concerts caritatifs que ça soit واحد مريض الجمعيات تاع ما عندكش جمعيه خاصه تروحي ليها وتنشطي فيها بون سي انا جو سوي بوكو بلوس بروش دو من الجمعيه عندنا حنا في تلمسان تاع سكي كونسير لوتيزم دونك لي زونفون اوتيست اي تو دونك ننشط معاهم ون كما نقولوا نعمل سهرات نعاونوهم كان ثاني تاع لي زوفيلا يا ثاني تو سكي فوالا تاع لا بوبونيار دو تلمسان maintenant ثاني نسمع انسان مريض ولا دي فا ما نعرفهمش ميم با اي هذيك ما بافا هي اللي حنينه بزاف بافا بافا يتحد دي زار كاين دي زارناك بافا على بالك ما نقدروش نعرفوا حتى من بعد نديروا لونكيت وهذا باش نعرفوا الا صح ما فوالا انا في الاول بون انا اصلا انا راكم عارفين باللي المراه توجور حساسه الوغ اون فام ارتيست اونكور سي اونكور بلوس دونك حاجه والو تغدني تو ونقول انا باللي بصفتي فنانه نحب نعاون ونحب فوالا مليح انه واحد مشهور يكون في العمل الجمعوي والجمعيات جمال نعم وي جوستومون انيسا انا بعث لك تقول لي شحال في الخزينه راك دورتها جمال يعني باسكو كي تحكي على العمل الجمعوي ولا التوعوي ثاني كنا بالك في الكواليس كنا نحكيو على فوالا لا شونسون ما يوليش ما يوليش فوالا خاطرنا مريم باللي عندها اون ايدي ستادير سيناريو تاع فيديو كليب اللي نورمالمون مازالوا فقط هي فكره على ما اعتقد فكره نورمالمون كان يندار مي اون با يو لي مويان دو لو فيغ اون با ايتي سوبفونسيوني صراحه شحال يسقى مليون فيديو كليب نقولوا حنا شوف هي انت واش راك باغي هي ولوندرو وهي واش راك باغي كوم كيما نقولوا العتاد العتاد اللي يدخل في هذا لو كليب نقدروا نقولوا من 80 مليون حتى تقدر تروح حتى ل 120 هكذا هكذاك على ولا حتى 400 جوسكا على بالك حتى سا ديبون دروك عاود كاين لي بواط دو برودكسيون كلها ودي زيكزيجونس تاعهم كاين اللي يقول لك انت روح عندي ولا كاين اللي يقول لك حنا نجيو عندكم مي سا وحنا اون طونك صراحه اون طونك ما حناش غير فنانين حنا اوني ريسبونسابل اوني بير اي مير دو فامي ولا صافي نهضروا صح حنا في حال وقت بون بالك فنان بالك راه عاد جون راه عاد يقلع ولا وما عندوش مسؤوليات بزاف ولا قادر يسدون افون يجبد من جيبو ولا باش ثاني يبان نهضروا صح حنا الوقت عاوننا حنا في تمشينا سي ليكسبيريونس اللي خلات الاسم كاين اللي خصو بالك في عام عامين يعمل ان نو دونك الي اوبليجي دو ميتر لو باركي في ان كليب فيديو زعما بروفيسيونال افيك حنا صراحه
on ne peut pas s'aventurer. Comment qu'on est sûr que le clip est un véritable succès? C'est un succès. يعني فيها كلام يعني ورسائل توعوية لي نورمالمون هدايا يندير فيه كليب واكيد الناس تتعلم من هذا الميساج الباسمي باش الرسالة باش دير كليب هكا غير تمشى وصايي ولا في سوغ انسان ولا هذا حبينا الا نديروا له ان كليب نديروا له جون دان بتي ما نقولوش ان كور ميتراج مي لا لا بصح باش يبان يعني كلمات صورة والرسالة تمر ان شاء الله هذا ما نتمنى جمال باختصار الخزينة شحال بقى فيها باش نعاود نمد الكلمة لنقيب برناوي الو نعاود نوليو دائما نعم باختصار نبسطوا للمشاهدين رانا داخلين في 2019 صارحنا شحال بقات في الخزينة خليني نختم البرنامج يا جمال يعني حتى نهاية نوفمبر الماضي قال محافظ بنك الجزائر أنه بقى في الخزينة العمومية 82.12 مليار دولار يعني فقط قبل شهرين من قبلها كان احتياطي الصرف في 86.06 مليار دولار بمعنى أنه في شهرين فقط يعني تم تأكلت تقريبا 4 ملايير ما يفوق 4 ملايير دولار هي إذا قارناها كما قارنها تقرير بسنة 2017 احتياطات الصرف كانت 97.33 مليار دولار بمعنى العام يعني في 9 الأشهر الأولى من سنة 2018 تقريبا هي 11.25 مليار دولار اللي راحت من الخزينة العمومية يعني اللي بيان سور تأثر بصفة مباشرة على الاقتصاد الجزائري لعدة عوامل واحدة أخرى اللي ما نقدوش يسير ندخلوا فيها درك ولكن هي تقريبا الإجمالي إذا كان حسبنا تاع نوفمبر فهي يعني تفوق 15.25 مليار دولار اللي راحت من الخزينة العمومية ومن احتياطي الصرف منذ بداية السنة الجارية واللي هي سنة 2018 ألخصها لنا ما راناش ملاح ما راناش ملاح اكيد يعني يعطيها لي ان شيف هكذا 82 نعم انا الشعب البسيط مليحه ماشي مليحه هي احتياطات الصرف يعني دوك واش بقى شحال راح تشد لنا هذه ما نقدرش نقول لك شحال تبقى لنا هي اذا كان حسبنا بالمعدل تاع راهم يقولوا لي فلوغيات ماشي جمال راح يصرفهم لا لا إذا كان حسبنا بالمعدل يعني في شهرين 4 ملايير دولار فنقدروا نحسبوا شحال نقدر نحسبنا نعم. هذه 86 على 4 يخرج لك شحال مازال نعم إذا إن شاء الله 2019 ندو 2019 ربما فيه شيء من المفترض أنه يكون إيجابي واللي هو أسعار البترول من المتوقع أنها تطلع لما تطلع أسعار البترول ويكون هناك فائض في الصرف يعني راح يرجع لهذا راح يكون في الصندوق الخاص شوف جمال رانا عاودنا ولينا لنقطه المحروقات والبترول نعم جو بروبوز كو هذه المره الدراهم اللي يدخلوهم بالمح اذا وصلنا ندخلوهم المحروقات اه اون لي انفيستي في لي انرجي باغ اكزومبل رينوفلابل نعم وي شي اللي ما عملناهاش هذه شحال وي 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 باغ اكزومبل لانه هكذا الحين نعاودوا نولوا لنقطه الصفر مازلنا نعتمدوا على البترول رغم كل الاستثمارات اللي راهي تقوم بها الجزائر حاليا والمنتجين المحليين الاستثمارات يعني خارج قطاع المحروقات لكن واحد ما يقدر ينكر الان والله ما يقدر يتهرب من حقيقه انه الاقتصاد الجزائري يعتمد مبني اساسا على شبه كليه نعم. ولكن على جمال حان الوقت باش نروحوا للسياحه حان الوقت اللي 100% يعني منتوجات سلع جزائريه تصدر للخارج وباب افريقيا نقدروا ندخلوا لها من الباب الواسع فجمال ان شاء الله ما نعودوش نولوا لنقطه الصفر نعم يعني نتمنى يعني لان مازال ربما الطريق طويل شويه دونك نتمنى انه في سنه 2019 اللي راح يفعل فيها اتفاق اوبك لخفض الانتاج يعني نتوقعوا انه الاسعار تاع البترول ترتفع نعم فوالا جوستومون باش يعني فيه كثير من الناس يعني تنتظر في سنه 2019 يعني نعلموا انه كثير من مناصب الشغل راهي مجمده حاليا كثير من الناس عندها لي ديبلوم والله غالب يعني مساكن ما لقاوش بها وين علاش؟ لانه اسعار تاع النفط هبطت فنتمنى او موان انه الاسعار تعاود ترجع باش ينتعش ان شاء الله وهذا ما نتمناه نعاود نولي مع النقيب برناوي اليوم
هل نقدر نقولوا أن الحماية المدنية ذات التجربة الكافية باش ربما ما نعودوش نولوا لمثل هاد الأخطاء ولا نقص التجربة وندقوا ناقوس الخطر للناس اللي تلقوا أولادهم ويروحوا يلعبوا قدام البير والبير اللي ماشي مغطي ربما سيد برناوي نعرفوا بلي بير لازم يكون مغطي فكما نقولوا احنا الشيطان حي ولازم يعرفوا أن الجزائر عندها بير ان بو بارتو فالناس اللي تطلق أولادها هذا في عمره 26 سنة وربما كان يعني وقع له هذا الحدث فما بالك بالأطفال اللي تلعب في الشوارع والاباء والامهات تاعهم على بالهمش فسيد برناوي ليك الكلمه نعم طبعا مهم جدا شوز كون في شاك ابري شاك انترفونسيون سي لو بريفينغ ولا قبل كل تدخل سي لو بريفينغ شرح عمليه التدخل ولا مور عمليه التدخل واش كان ايجابي واش كان سلبي في مثل هذه العمليه يجب ان ناخذ درس كبير والدرس الايجابيات والسلبيات من كل النواحي بدايه من استقبال المكالمة الهاتفية اللي مدت نداء الاستغاثة إلى غاية انتهاء العملية إن شاء الله يوم انتشال الجثة عياش الله يرحمه هذا خاص بالحماية المدنية برفع مختلف تقارير وسماع لشهادة كل المتدخلين ما كان إيجابيا وما كان سلبيا ماشي هي محاسبة ولا قطع الريسان سي سوتو كريتيكي سي تريز امبورطون باش نتعلموا باش نعرفوا يعني نتعاملوا مع حالات كيما هذه وحتى ليك الناس كذلك تتعلم منا هذا شيء من جهه اخرى تكلمت على نقطه مهمه جدا سي ان ترافاي كنا فيه صافي 7 ولا 8 اون ديريير سي لا سونسيبيزاسيون للسلطات المحليه والمواطنين لو ريسونسمون تاع لي بوي كي سي تروف في لا ناتور انارشيكمون ولا في لي بوي اللي راهم يستعملوهم حاليا لكن ماهمش يعني متوفروش على المقاييس الامنيه سون با بروتيجي كوم لو بوي رانا نشوفو فيه هنايا نعم انا نشوفو فيه كو الناس بالغلطه ولا في الليل ولا ميم لي زانيمو سون فيكتيم ثاني تيطيحو دونك اون افي ان ابل بور ريسونسي لي بوي هذوما اللي لازم يتغلقوا يتردموا لازم يتردموا واللي لازم نحميوهم نبنيوهم كونفونابلومون بلي ميزور دو سيكيريتي كيلفو بور ايفيتي كو سوا لي زونفون ولا الناس كل الاعمار يعني انه كل ضحيه يعني نخسرها يومين يخسرها عند الجزائريين سي فري نامنوا بقضاء الله وقدر لكن الوقايه ناخذ حذرنا كذلك خير من العيله نعم سيد برناوي في الدردشه قلت لي انسه كي صارت هذه الحادثه يعني كنت الليل وما نرقدوش فانت راك عينه من اعوان الحمايه المدنيه نقيب صحيح ولكن تبقى يعني الحمايه المدنيه حاملها في ظهرك وقلت لي انه انسه ما كنتش نرقد في الليل لا حاليا يعني عمليه كيما هذه ما تسمحلكش انك يعني ضميرك يرتاح تعرفي بلي خاوتي انا يعني خاوتي راهم يعني ما مشي يرقدوا الليل في الميدان هذوك خاوتي كذلك بالنسبه لي انا راهم ليل ونهار مساكن حتى اللي اصيبوا راهم في المستشفى قال نحس بهم لان نعرف يعني فوق المجهود تاعهم يعني بيجلوا فوق المجهود تاعهم هذه حاجة الاولى راني نحس بعائله عياش كذلك يعني تحسي انك تفقدي شخص ومازال ما ديتيش بيديك وانك تفنتي وتصبري وتستقبلي العزاء مع المواطنين الامور هذه قال لازم نحسوا بها يعني باش نكونوا في الواقع ونسميو كل الاشياء بمسمياتها ما تقدريش تغمضي الليل يعني تمرضي يعني صحيحة تمرضي بعد الشر ان شاء الله يعني لا قدر ربي انه حتى العوان تاعنا لازم لهم يعني بريزون شارج سيكولوجي يعني في عندنا اطباء نفسانيين ونظن انا واحد منهم ربما اللي لازم لي تكفل هذا لانه باش نتجاوزوا هذا التدخل ولا هذه القضيه مانيش حابه تبقى لنا نقطه سوداء يعني في نعم. في المشوار تاع يعني ليس في الحمايه المدنيه المشوار الحمايه المدنيه كبير جدا نعم. منذ الاستقلال والروحاني نعم. سواء في المستوى المحلي ولا نعم. الدولي باش نختموا هذا القوس نقولوا انه عياش ربي يرحمه عياش محجوب ربي يرحمه رانا كامل متضامنين مع العائله ولكن تبقى انه الحمايه المدنيه قامت بالدور ديالها وراكم مشكورين على هذا الشيء نقيب برناوي ربما الانتقادات راح تكون على البرنامج وعلى برنامج الجزائرية شو لأنه شفنا الكلام اللي انقال في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في بعض القنوات أنه الحماية المدنية ولكن
برنامج الجزائرية شو يحييكم اليوم رغم أنه قلنا عياش ربي يرحمه، ولكن الجزائرية شو تحيي مجهودات الحماية المدنية، وهذه هي الجزائر. وصلنا لنهاية هذا البرنامج، وصلنا لنهاية هذا البرنامج. نمد لكم كلمة أخيرة قبل ما نكملوا بالموسيقى مع الفنانة المتألقة دائما مريم بن علان. بصح ما درتي نوال وسيلين ديون، انا قلت ديري لي دامو غوداميتي كاش حاجه هكذا تاع سيلين ديون. بون انا بون هكذا سور لو طون اه ما باليش جو جو في فير ان مورسو تاع ماي هارت ويل جو اون ولا حاجه هكذا، حاجه اللي جاتني شغل سور لو سور لهنا سور بلاص ديريها ماشي على فان. اعطيني شويه برك بالميكرو جو بونس سي سا بالميكروفون رابح، قول لي من البعيد نعم ام لا. سا فونكسيون سي بون اوكي. Every night in my dreams I see you, I feel you, there is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, near. Far, wherever you are, I believe that your heart does go on. Once more, you open the door and you're here with my heart, and my heart will go on there. برافو مريم بن علان، نقولوا انه صوت رائع والعسل تاعنا 100% منت الجزائري تاع صبرينا اذا مريم كلمه لجمهورك واش نقدروا نتمنوا لك لسنه 2019؟ معليش انيسه جوست ان بتيت بارونتيز جي با يو لوكازيون باش نقدم احر مقال التعازي لاهل العياش. ولي دير تو تالور مي كنتو تهضروا ما حبيتش نقطعكم، وتحيه خالصه للفريق الحمايه المدنيه والدارات والناس الشعب اللي وقف. وانا نوصي برك حاجه لي زالجيريان، يفو با يوتيليزي مواقع التواصل الاجتماعي اتور، ما لازمش نتكلموا في حاجه ما نعرفوهاش، راهي كاين فرق مختصه راهي دير في خدمتها. دونك يفو ليسي الوقت يحدد كل شيء، ويفو با بليسي بالك لي بارون راهم ساكن ماشي بالك سي سيغ راهم في محنه. دونك يفو با نزيدو الزيت على النار هذا مكان. يعطيك الصحه. فوالا دونك بوغ 2019 ان شاء الله يا ربي نتمنى دابوغ الكامل هنا الحاضرين ربي ان شاء الله يوفي لهم ما تمناو ان شاء الله. الجزائر قلبهم معمر، راه قلبهم معمر. لا 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 ما لازمش مامي لا تعمر، احنا نخويوه بلا ميوزيك فوالا. كما قال لكم ثاني اطيب التماني واحر التهاني للشعب الجزائري. ان شاء الله لابي الحب التآخي لي بون زوند، هذا واش نحتاجو، نحتاجو غير الحاجه المليحه لي زوند بوزيتيف فوالا، هذا واش نحتاجو. و جي كونفيونس في لا جونيس الجيريان، جي كونفيونس ميم في كامل المسؤولين اي تو، باسكو جو سي كو فون كل واحد جزائري وكل واحد يحب بلاده ويحب يخدم بلاده. دونك حنا يفو جوست انكوراجي هذا مكان وندعموا الشباب، ندعموا بعضنا بعض. نعم. يفو با فوالا ندعموا بعضنا بعض. نعم. يعطيك الصحة مريم على هذه الكلمات الجميلة والراقية. إذا دي جي نسيم واش نقدروا نتمناو لك في 2019 كلمة لجمهورك؟ بيان سور، أولا وقبل كل شيء نشكر ليكيب تاع الجزائرية وان تاع الجزائرية شو الاستضافة، باسكو سي با حنا من قبيل كنا نهضروا في الكواليس اوني ان بتي بو حتى حنا اوني ان بتي بو ديسكري ما نبانوش طول الطون ولا سي دي زوكازيون اللي كما قالوا شرف لينا كبير باش نحضروا فيهم ونحكيوا على الفن تاعنا وعلى النقاوه في الفن سورتو. ودونك باغ لا ميم اوكازيون دونك اون اون بروفيت رحنا في هذه لا فان داني بور سويتي ان هابي نيو يير، عام سعيد، بون اني لكامل الامه الجزائريه والوطن كامل. ان شاء الله يدخل علينا بالخير ان شاء الله يا والتفاؤل سورتو. يعطيك الصحه دي جي نسيم. اذا
نقيب برناوي، كلمة أخيرة للناس اللي عم يشاهدوا فينا. نقول لك ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة على الاستضافة، وسيتون اوكازيون باش نشرحوا للناس كي سي باسي ونتقربوا من الناس. نقول لكم إن شاء الله معكم سعيد وإن شاء الله مزيد من النجاح. هذه ليكم خاصة، ونقول كل أعوان الحماية المدنية، نعم، من عون بسيط لكل مسؤول إن شاء الله كوراج ومزيد من النجاح إن شاء الله. لأنكم مهامكم مهام نبيلة تمثل في إنقاذ الأشخاص وحمايتهم. ونتمنى لو كوبل لو قدامي سانسيرمون كو جو فيان دو ديكوفير، نعم، ربي يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله. يعطيك الصحه النقيب برناوي. جمال بورس، كلمه اخيره. بيان سور بون، نتمنى لكم كامله راكم هنايا بون اني بيان سور. نبدا بدي جينا سي مريم، بون اني تو الموند، وان شاء الله نتمنى انه العام هذا ربما كان فيه يعني كان فيها ربما بعض المآسي، ان شاء الله العام الجديد هذا ان شاء الله حيكون مليء بالافراح ان شاء الله. و فوالا بوناني الكامل الجزائري تعمر الخزينه تاع الجزائر. بيان سور توسع باسكو تعمر. يعطيك الصحه جمال بوراس على المال يعني السعاده يعني ان شاء الله بوناني تو الموند ان شاء الله. فوالا مزيد من النجاح والرقي ان شاء الله. شكرا لك المزيد والنجاح جمال بوراس لقناة الجزائرية وان، وانت صحفي بقناة الجزائرية وان. المزيد والنجاح لقناة الجزائرية وان. أكيد ان شاء الله نتمنوا لها الريادة، لأنه ان شاء الله وتبقى وان دايما نحن نمبر وان ان شاء الله، نبقى نمبر وان ان شاء الله. هذا ما نتمناه. أغيلاس أمخران، كلمة أخيرة. شكرا للضيوف تاعنا اليوم، فريمون سيتي اون سواري كيما يقولوا الله يبارك. سي ان بليزير دافواغ كيما قال سي برناوي من قبيله ان كوبل باغي دي زامي دابور كي ترافاي انصوب. فو فورمي فريمون ان تري تري بو كوبل اي فو فات ان اكسيلون ترافاي. دونك كوتي لازم ترقي مريم، ودي جي نسيم لازم يرقيو. علاش ثاني يرقيو؟ واش هذيك؟ شوف نسيم، لو كان هضرت غير على نسيم تقول لك خلاص. دونك ما قدرلهاش انا. دونك جمال نشكره، الصحفي المتالق تاعنا. اي جو فولي روبوندير برك مع برناوي بارابور ا لا بوليميك اللي صارت سور فيسبوك اكسيتيرا. الناس هضرت بزاف كيما قالت من قبيله مريم، كريتيكي بور كريتيكي ولا غير سا مانا نول بار. مي على بالنا بلي الحمايه المدنيه ايزيتي سور بلاص داروا فوق طاقتهم، و وحنا قلت لك مازالنا في لاكريتيك تاع ما كاش لي مويا ما داروش. نعم. ما داروش. دونك حنا على بالنا بلي عوان الحمايه المدنيه جزائريين وخاوتنا وداروا اللي عليهم وداروا مام بلوس. قلت لك شفنا دي فيديو انا وجمال، والله غير الناس تبكي. نعم. وكان كان يصبر فيهم الاب تاع الضحيه. دونك سا سا فولي تو دير اثر بزاف، وان شاء الله 2019 ان شاء الله يدخل علينا بربح. يعطيك الصحة أمينة مقران. إذا مريم بن علاج دي جي نسيم طلعوا سوغ سان باش نختموا. إذا مشاهدينا إلا حبيتوا تروحوا الويكاند ما عليكم إلا تروحوا إلى فندق دار دياف بوشاوي، تروحوا أن ويكاند ما عليكم إلا تبعتوا في الرقم 66016 موكلي ديزاتشو، تروحوا أن ويكاند. نشكر أكيد فندق دار دياف بوشاوي اللي رافقنا خلال عام 2018، كذلك مشروبات رامي اللي رافقتنا خلال هذا الموسم. حبيت نقول فقط أنه ملابس أنيسة من محلات لوكسوري 61 حييهم ونشكرهم كذلك على المجهودات. رابح تفضل مع الضيف ديالك باش نختموا البرنامج. إذا مصطفى راك فرحان ولا راك مخلوع ولا؟ اذا مصطفى بالرحال هو ابن اخ رابح، اذا راح يدير 3 سنوات. شوف شوف في الكاميرا قول لهم هاني راني نجوز في التلفزيون. ها رابح قبيح معاك ولا تحبوا؟ تحبوا؟ عيب. سنه حلوه لمصطفى، ان شاء الله يتربى في العز ويكبر في الخير، فكل عام هو بألف خير. اذا
مشاهدينا نتلقاو بكم العام الجاي ان شاء الله في 2019 في برنامج واحد برنامج الجزائريه. شوف في قناه واحده قناه الجزائريه وان قناه كل الجزائريين. نكملوا بالموسيقى مع دي جي نسيم والفنانه المتالقه مريم بن علال.